السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الكرة في دريم. زي ما انتم عارفين احنا بقالنا تقريبا 3 حلقات بنطلع في ميعاد جديد، وهو من 1:15 صباحا لغاية تقريبا 3:30 4 لتلت طبعا صباحا بعد الفجر تقريبا. الميعاد الجديد ده بسبب ان احنا كنا بنطلع من 7 إلى 10، وده كان ميعاد يوم جمعة، وده الوقت الوحيد اللي ممكن نطلع فيه. وطبعا كان في الأول الأمن كان بيرفض إقامة المباريات يوم الجمعة. دلوقتي خلاص ماتشات كلها خميس جمعة سبت، ماتشات كتيرة جدا بتتلعب في نفس التوقيت، منهم النهاردة مثلا الزمالك كان بيلعب مع طنطا الساعة 7 في نفس التوقيت اللي كنا بنطلع فيه قبل كده. فبالتالي حبينا إن احنا نطلع في الميعاد دوت، وبناء إن احنا عارفين إن يعني مشاهدين دريم بيسهروا مع وائل الإبراشي، وإن الناس كتير قوي بتحب تتكلم في التليفون وتقول وجهة نظرها ورأيها، عشان كده خصصنا البرنامج ده لكل جمهورنا الحبيب والمشاهدين. إن كل واحد يخش يقول رأيه ويقول وجهة نظره بأدب واحترام، أي مشجع يقول وجهة نظره. والنهارده طبعا الدنيا سخنة زي ما انتم شايفين بسبب الأحداث اللي حصلت مش أثناء المباراة ولكن بعد المباراة، من رئيس نادي الزمالك أو من لاعب لنادي الزمالك أحمد توفيق، أو من تصريحات للمدير الفني مؤمن سليمان. هنتكلم في الموضوع ده، وهنتكلم على الدوري العام النهاردة، رأيكم في ماتشات الدوري العام، وأكيد هنتطرق ليوم الحد اللي فات وهي مباراة مصر وغانا وتصدرنا للمجموعة. وطبعا هنفضل مرتاحين حوالي 9 شهور ونص لغاية مباراتنا مع أوغندا هناك يوم 28/8 أو 28 أغسطس بإذن الله. اللي حابب يتواصل معايا بيتواصل معايا من خلال التليفونات اللي تشوفوها او شايفينها دلوقتي على الشاشه، سواء المحموله او الارضي. هنفتح التليفونات من اول حلقه، بنفتح التليفونات لكل جمهورنا، كل واحد عنده دقيقتين يقول اللي هو عايزه وجهه نظره واللي شايفها. زي ما قلت لكم بنسمع كتير قوي المسؤولين، بنسمع كتير قوي رؤساء الانديه او المدربين او اللاعبين، ولكن برنامج دوت هو برنامج رياضي مخصص للمشاهدين وللجمهور. عايزين نسمع الجمهور والمشاهد المحترم اللي كتير قوي بيبقى له وجهة نظر سليمة وصادقة لأنها بتطلع من القلب بدون أي مصلحة. يعني المشاهد أو المشجع أو المنتمي لأي نادي ملوش مصلحة، بالعكس ده بيدفع من جيبه عشان يروح يتفرج على الماتش، أو بيقعد أعصابه بايظة أو مبسوط أو مرتاح من خلال أداء فرقته في المباراة ونتيجة المباراة النهائية. تعالوا نفتح كده الموضوع. النهارده الدنيا قامت ما عادتش. انتوا عارفين، تعالوا نتكلم من قبل مباراة طنطا. الأهلي بيلعب طنطا بيقدم مستوى مش كويس وبيكسب بهدف لعلي معلول من ضربة جزاء. وبعد كده الزمالك بيلعب المصري، بيلعب ماتش وحش قوي قوي قوي، والمصري عالمي، والزمالك بيكسب 1-0 بهدف لأحمد جعفر. ثم ماتش مصر وغانا اللي معظم اللعيبة من الأهلي والزمالك مع بعض اللعيبة المحترفة، ومصر بتلعب ماتش وحش قوي 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 وأداء يعني، وبنكسب 1-0 أو 2-0 بهدفين لنجمنا محمد صلاح برضو من ضرب الجزاء، وايضا هدف رائع لعبد الله السعيد من تمريره رمضان صبحي لمحمد صلاح لعبد الله السعيد، حطها حلوه قوي. النهارده كمان زمالك بعد ما كان غايب منه اكتر من لاعب ماتش المصري، والمصري فرقه كبيره بتعمل نتائج كبيره، كان النهارده الكل يتوقع ان طنطا اللي مهزوم معظم مبارياته الاخيره، والزمالك مش بيلعب مع طنطا زي ما الاهلي لعب في غزل المحله، ملعب غريب شويه عن النادي الاهلي، لا ده بيلعب على ارضه في بيترو سبورت، وبالتالي كان من المتوقع ان تكون نتيجه كبيره. مؤمن سليمان فكر من قبل المباراه ان هي مباراه سهله، اسهل من المشوار اللي جاي. هكلمكم عن الموضوع، بس نقول ان النتيجه في النهايه 1-0 بضرب جزاء احتسبت لايمن سليمان، واحرز منها شيكابالا هدف المباراه الوحيد بعد اداء سيء للغايه، وايضا كان في شك لضربه جزاء لطنطا، لكن في النهايه تنتهي المباراه 1-0 باداء سيء للغايه. وهنا السؤال بقى يا جماعه، هل الاداء مهم ولا النتيجه؟
يعني ماتش مصر وغانا بعض الاعلاميين طلعوا قالوا مش مهم الاداء، المهم النتيجه، المهم التصدر. النهارده نفس الاعلاميين بيقولوا هارد لك للزمالك. ف اتقال هارد لك ليه؟ الزمالك كسب. لا، هارد لك للاداء. طب احنا ليه ما قلناش مصر وغانا هارد لك للاداء؟ يعني في النهايه عايزين نعرف الاستراتيجيه هي الفوز ولا الاداء؟ هو في كذا كذا حاجه، ممكن تبقى اداء وفوز، وممكن تبقى اداء وهزيمه، وممكن تكون اداء سيء وفوز، وممكن اداء وفوز الاثنين، وممكن اداء رائع وهزيمه يعني وتعادل، يعني كل شيء وارد. لكن افضل شيء في الرياضه هي الفوز، خصوصا في رياضه المحترفين واللي بيلعبوا على بطولات. طيب الدنيا قامت ما قعدتش، واحقاقا للحق يعني جزء كبير منه سببه الاعلام. يعني انا مثلا لما اجيب رئيس نادي الزمالك وانا عارف كويس قوي مين رئيس نادي الزمالك، واطلع وهو معايا على الهوا اقول له على فكره احمد توفيق كان بيغلط فيك. طيب اما اعلامي يقول احمد توفيق على فكره جالي ان احمد توفيق بيغلط فيك، طب اما يقول كده مرتضى منصور اللي احنا عارفينه يعني هيطلع يقول ده احمد ده حبيبي ده روح قلبي، ولا يقول مين وبتاع ويسخن لانه شخصيه عصبيه جدا والشخصيه انفعاليه وما عندوش ثبات انفعالي وممكن في ثانيه يولع وفي ثانيه بيهدى. نمره اتنين، اما لعيب زي احمد توفيق يطلع رئيس نادي يقول انا مش عارف احمد توفيق بيلعب فين، ما غلطش فيه خالص، بيلعب ايه النهارده؟ واحمد توفيق على فكره معذور يعني بقاله اكتر من 20 ماتش بيلعب اساسي و90 دقيقه وطالع عينه، يعني احمد توفيق مجهد لكن هو اداؤه سيء ما كانش كويس. فانا يعني ممكن يكون مرتضى قصده توظيف احمد توفيق كان ايه النهارده، او احمد توفيق ما كانش حلو النهارده، لكن الراجل اتكلم عادي جدا. فيجي واحد اخو احمد توفيق يكلمه يقول له الحق مرتضى بيتكلم عليك، فيسخنه، فيروح الاعلام متصل باحمد توفيق، فاحمد توفيق يخش، فيروح لو مش انا وحش ولا مش عاجبك مشيني برضو. فين يعني اي حد يخش كده لعيب كوره؟ فين الاداره؟ فين يعني واي حد يتكلم على رئيس النادي حتى لو رئيس النادي غلطان؟ يعني ما برضو دي حاجات غريبه بتحصل. اما اعلامي يطلع اول سؤال ليه تم اقاله الجهاز والجهاز كسبان، يعني زي ما بالظبط كده مثلا بعد ماتش مصر وغانا احنا لعبنا وحش قوي، فممكن نفس الاعلام مثلا يقول لك تم اقاله كوبر، يقول لك اقاله كوبر ايه؟ ده راجل متصدر. طب ما نيجي نفكر كده شويه، مؤمن لعب كده ليه؟ انا طبعا انت عارف انا ببحث وكده، ليه ما لعبش طارق حامد؟ لا ليه ما لعبش محمود حمدي مثلا؟ ليه؟ اللي انا عرفته ان الزمالك عنده ماتشات تقيله جدا الفتره اللي جايه. عنده الاثنين اللي جاي الاسماعيلي، الثلاث اللي جاي الاسماعيلي، وبعد كده السبت عنده المقاولين، وبعد كده الثلاث عنده وادي دجله، ثلاث مباريات تقال. ف كان من وجهه نظر مؤمن ان انا رايح طارق ورايح محمود ورايح بعض اللعيبه اللي هي هتكون يعني موجوده في الثلاث مباريات اللي جايين على اساس ان طنطا اقل شويه في المستوى. طيب ارجعوا لي كده تاني معلش، هسأل سؤال. هو دلوقتي مثلا الأستاذ علي جبر، وهقول لكم الأستاذ علي جبر عمل إيه يعني. للأسف يعني. الأستاذ علي جبر إن هو نجم النجوم دلوقتي وقلنا اثنين على مستواه هو وأحمد حجازي في ماتش غانا. فيجي المدرب يقول له معلش أنا هطلعك الماتش ده وبتاع، فيزعق ويتضايق ويمشي المدرب ويتكلم من ورا المدرب. كلام سيء للغاية، وعايز أقول لكم قرار قد يكون قرار مصيري لمؤمن ومستشار مرتضى وعلي جبر. اعتقد ان خلال ساعات هتعرفوا ان هيتم ايقاف علي جبر لمده اسبوعين وهيتمرن مع الشباب، يعني معنى كده ان علي جبر لن يلعب الثلاث مباريات الجايين سواء اسماعيلي ووادي دجله والمقاولين. فهل مرتضى هيقبل ولا هيعمل عقوبه ماليه؟ وهل المدير الفني هيقبل ان قراره يرجع فيه؟
خصوصا ان علي جبر اخطأ خطأ كبير جدا جدا جدا. انا ما بحبش اقول التفاصيل بس هو اخطأ خطأ كبير جدا، وانا شخصيا مصدوم فيه، لان علي جبر من الشخصيات الهاديه جدا، يعني شخصيه هاديه، ما اعرفش اتغير ولا ايه لكن هو شخصيه هاديه، يعني طول عمره شخصيه هادئه يعني، وعنده اخطاء كتيره جدا واستحملها المدير الفني يعني اكتر من مره، واخطاء في الدفاع، ولكن في النهايه برضه لعيب كبير وساعات بيجيد بصوره كبيره جدا زي ما اجاد في ماتش غانا. لكن ليس من حق اللاعب انه يعترض بهذه الصوره الكبيره، زي برضو ما اتكلمنا على عماد متعب مع الفارق، ان عماد متعب نجم كبير جدا وادى بلده كتير جدا جدا، لسه بدري على علي جبر لما يوصل لعماد متعب يعني. لكن عماد متعب ظروفه مختلفه، عماد متعب ما بيشمهاش يعني في الكوره كده يعني، ما بيشوفش الملعب مع حسام البدري، حتى في التقسيمه بيطلع بره 22، فالراجل متضايق قال كلمتين. لكن هنا بقى مدير الكوره اللي عرف يحتوي، لا 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 مفيش حاجه، وعماد متعب لعيب كبير وما اعرفش ايه وتمام، اه طبعا وما اعرفش ايه، والاعلام اللي بيحتوي بيعرف قيمه عماد والكابتن حسام البدري ويحتوي الموضوع، واعلام تاني بيولع عارف ان الشخص ده عصبي، وعارف انه لو رمى كلمه ده كذا، وعارفين ان المديرين الفنيين في نادي الزمالك في ثانيه ممكن يمشوا، فاعلام بيولع واعلام بيهدي. اللي انا عايز اقوله هنا ان مستوى اللعيبه بتوع منتخب مصر والاهلي والزمالك في الماتشات الاخيره مستوى سيء، ولكن بيفوزوا. هل انت مع الفوز والنتيجه؟ يعني لما نيجي نتكلم، مؤمن لعب كام ماتش؟ مؤمن لعب 5 مباريات، كسب 4. طب كسب مين؟ كسب امبي، وكسب نصر التعدين، وكسب طنطا، وكسب مين يا جماعه تاني؟ وتعادل مع سموحه، وفكروني، وكسب المصري. يعني قول المصري وامبي فرقتين تقال، طنطا والشرقيه فرقتين عاديين يعني والنصر التعدين ايضا فريق عادي، لكن كسب وتعادل مع سموحه، وسموحه فريق اقوى فريق في مصر بعد الاهلي والزمالك. في المقابل المنافس الاقوى ليه تعادل مع بتروجيت، هو فريق قوي جدا برضو، اتعادل مع اتحاد سكندري، فريق بيعلى وينزل ما تعرفلوش ايه قصته يعني، وكسب طنطا بهدف ضرب الجزاء برضو. الدنيا ما قامتش بعد ماتش الاهلي، ولا رئيس النادي دخل محمود طاهر، ولا لعيب رد على رئيس النادي، ولا الاعلام قال لرئيس النادي هتمشي حسام البدري امتى، ولا يعني في ايه؟ يعني انا شايف ان احداث ما بعد المباراه احداث ساخنه اكتر من المباراه بكتير، الدنيا كانت ساقعه النهارده. لكن مما لا شك فيه ان اداء الزمالك سيء، وان النهارده اما تتفرج على المباراه تحس ان الزمالك هو اللي مطرود منه واحد، وان الزمالك اما يبتدي طنطا يلعب وهو لسه حديث العهد وما عندوش خبرات، ولاعيبه مغموره اسامي يعني مغموره عندهم لعيبه كويسه، لكن ومن دقيقه 13 ومغلوبين 1-0 والزمالك مش عارف يجيب جون، مش عارف يبني هجمه، مش عارف يوصل للمرمى، في المقابل في خطوره لطنطا لدرجه ان جمهور الزمالك عايز الماتش يخلص والوقت الضايع يخلص عشان الزمالك ما يخشش فيه جون، وما يكون احمد الشناوي احد نجوم المباراه. يعني دونجا صفقه مهمه لكن معظم اللعيبه خارج نطاق الخدمه. طيب هو لو شوقي السعيد لعب مكان علي جبر في ماتش طنطا، فلو علي جبر لعب فالدنيا هتتغير؟ طب ما علي جبر كان بيلعب ماتش غانا، طب ما علي جبر كان بيلعب ماتشات صن داونز هناك، يعني برضو الفرقه اتغلبت. طيب لو طارق حامد لعب ومعرفش مين، اه ممكن طارق حامد يفرق في نص الملعب كل حاجه، بس طارق حامد كان ماتش غانا برضو، حد يقول لي ده غانا، طب ما هو ده منتخب مصر برضو بالمقابل يعني. فيعني هل اللعيبه اللي لعبت دي توصل؟ طب حد كان بيقول لي مؤمن مثلا زمان كان بيلعب حسني فتحي هاف ليفت، طب ما حسني فتحي لعب بكرات النهارده وما كانش في مستوى، ما كانش كويس. ايمن حفني بقاله 3 4 ماتشات، مش هو ايمن حفني بس صنع الفارق بضرب الجزاء، تم احتسابها على رضا العزب في منظر التهور يعني من رضا العزب. احمد جعفر اصله ما كانش باين النهارده، تمام، باسم مرسي بقاله الماتش اللي فات برده ما كانش باين. يعني القصه يعني مش دي
مش اللعيبه مثلا تم تغيير 3 4 لعيبه، فلو ال 3 4 لعيبه دول كانوا موجودين كان الزمالك كسب 5. لا الزمالك سيء، وحتى انا النهارده انا بقول لو ما فيش مدير فني مثلا مؤمن مش موجود خالص وما بيقولهمش ولا جمله، هل اللعيبه دي بامكانياتها بقدراتها ما تعرفش تلعب كويس في الملعب وتأدي اداء رائع واحلى من كده بكتير؟ هل توقف الدوري 12 يوم اثر على مستوى اللعيبه في معظم المباريات اللي اتلعبت؟ طيب نفتح التليفونات لكل طبعا مشاهدينا الكرام، بس قبل ما نفتح عايز اقول بس ان الشرقيه كسب اول مباراه لي، الف مليون مبروك. والشرقيه تعاقد، شوفوا يا جماعه يعني الكابتن علاء عبد العال مشي لسوء النتائج، فتم التعاقد مع الكابتن علاء عبد العال عشان يحسن النتائج في الشرقيه اللي عندها سوء نتائج دلوقتي حالا. طبعا الكابتن الكبير علاء نبيل في طريقه لتدريب اسوان بعد رحيل عماد النحاس وبعد رفض احمد العجوز تولي المسؤوليه. يعني حاجات بتحصل، وبعض اللعيبه بعض المدربين بتروح من هنا لهنا. طيب كابتن علاء عبد العال كان معروف عنه ان هو في الداخليه بيكون فرقه حلوه، بيجيب اسامي مغموره ويعمل منها فرقه. كابتن علاء عبد العال كان معاه فريق محترم جدا في امبي، عمل نتائج سيئه للغايه. هيروح الشرقيه وهو مش مكون الفرقه. يعني ازاي بنفكر وبنقرر ومين يتولى ومين يمشي ومين يقعد؟ الله اعلم. هل وكلاء اللاعبين هم اللي بيتدخلوا في كل دوت؟ ما حدش بيبقى فاهم مين الناجح ومين اللي بيفشل. طب ما ممكن المدرب يفشل النهارده ينجح بكره، بس في نظام للنجاح، ما حدش بينجح كده فجاه، ما حدش بيروح من هنا ويخش هنا ينجح على طول. في مقومات للنجاح. امبي عنده مقومات للنجاح ولكن كابتن علاء لم ينجح معه. الداخليه كان اقل في المقومات بس كابتن علاء بيعرف يكون فرقه. الشرقيه دلوقتي لن تستطيع ان تكون فرقه جديده ولكن كسب المباراه الاخيره. في النهايه بنقول مبروك لنادي الشرقيه الفوز على اسوان وده خلى عماد النحاس يمشي. نقول مصر المقاصه بتفوز على الداخليه بهدف، وده يدل ان ايهاب جلال هو افضل مدير فني حاليا في الدوري العام المصري. النصر التعدين بيخسر من بتروجيت في الدقيقه 94 وبيقدم اداء كويس جدا بالنسبه لفريق صاعد وبيتحسن مستواه من المباراه الاخرى مع الكابتن اسامه عرابي. نقول ان امبي بيخسر من المقاولين العرب، محمد عوده ماشي كويس ومحمد فضل ومحمد فاروق احد نجوم الدوري، محمد فاروق اللي كان في الاهلي وانتقل لانتاج الحربي وراح رجع للمقاولين مره اخرى، وده خلى علاء عبد العال يمشي. سموحه وادي دجله، سموحه اللي كان بيكسب كل الماتشات مع فييرا ما بيكسبش مع كابتن حلمي طولان، رغم ان كابتن حلمي طولان مدرب كبير. 1-1 وده اول مباراه لاحمد حسام ميدو بدون عصام الحضري. طلائع الجيش بيكسب في الدقيقه 94 بمباراه كانت من نصيب احمد صبري واحمد عيد عبد الملك على اتحاد سكندري، وده اللي يخلي وليد صلاح مدير الكره يمشي. كلام كتير هنقوله بس عايزين نقول ان طنطا عملت مباراه كبيره جدا النهارده امام نادي الزمالك وخسرت، وده اللي خلى رئيس نادي طنطا يعمل لهم مكافئات بسبب الاداء. الاستاذ والمهندس فايز عريبي معايا على التليفون، ازيك يا باشمهندس فايز؟ الو الو الو. طيب حاولوا تكلموه تاني. بكره هتكون اخر مباراه ما بين الانتاج الحربي والنادي الاهلي، وهي مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي امام الانتاج اللي هو يعني ابتدى يشم نفسه شويه بعد الفوز الاخير على الاتحاد السكندري. انا بقولها لكم من دلوقتي عشان ما حدش يزعل، وعايز اقول كمان ان المصري استطاع انه يتعادل مع النادي الاسماعيلي 1-1. كان في ضربات جزاء للمصري في هذه المباراه لم تحتسب، كان في ضربات جزاء او ضربه جزاء للاسماعيلي لم تحتسب. انا عايز افكركم بكره حسام حسن حبيبي جدا وانا بحبه جدا، لكن مثلا هدف التعادل للنادي المصري جه ولعيب واقع من الاسماعيلي، وكان كابتن حسام حسن كان زعلان من مالو جوزيه من سنين فاتت عشان عاشور الادهم واقع والاهلي لعب وجاب هدف التعادل. معانا مره اخرى المهندس فايز عريبي رئيس نادي طنطا. يا باشمهندس فايز ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن خالد، اهلا بيك. يعني نقول لك النهارده هارد لك على النتيجه وجود لك على الاداء، اديته مباراه كويسه جدا امام نادي الزمالك. كتر خيرك كابتن، ربنا
يخليك بالخير. في المباريات الكبيره يعني انت لعبت ماتشين اهلي وزمالك ورا بعض واتغلبت الماتشين بضرب الجزاء. يعني انا مش عايز اقول وقبليها كنت لاعب ماتش سيء جدا امام المصري البورسعيدي يعتبر اسوأ مباراه لطنطا هذا الموسم يعني، لكن فريق محترم كابتن خالد عيد عامل فرقه كويسه في ظل الامكانيات وحضرتك طبعا عامل استقرار للفريق واستقرار المدير الفني، ولكن طبعا مع الاداء الحلو بدون نتائج الوضع بيبقى صعب شويه. اكيد اكيد اكيد. هو برضه يعني عايز اقول يا كابتن خالد يعني زي ما حضرتك بتقول كده ما تنساش ان انا بلاعب الاهلي ولاعب الزمالك ولعبت مصر المقاصه، لعبت سموحه، لعبت انبي، لعبت روجي. يعني كل الماتشات تقيله ماتشات تقيله في ما عدا مباراه واحده اللي كانت يعني مع فريق في يعني في مستوايا اللي هو اسوان وكسبناها تمام. يعني طبعا في بدايه الدوري برضو كان لسه فريق طالع من الدرجه الثانيه لسه برضو يعني انت حضرتك بالعربي كده انت التقيل كله لعبته فرق التقيله اللي هي خبرات في الدوري الماتشات معظم الماتشات اللي هي تقيله لعبناها وبرضه زي ما حضرتك بتقول الاداء بدرجه كبيره اداء متكافئ في كل المباريات بصرف النظر عن اني بخسر النتيجه يعني عملت سموحه لحد يمكن 2-1 دقيقه 75 ولا 80 وانا كسبان 2-1 صحيح. طبعا يعني ما فيش عندي الخبرات اللي هي بتاعت الدوري الممتاز لكن اداء الفريق مطمئن الجهاز الفني بيشتغل كويس فبنصبر والنتائج ان شاء الله انا واثق انها تتحسن والمكسب هيجي يعني لكن برضه بنقول ان في سوء تحكيم في ظلم لينا الحقيقه في اكثر من مباراه بنحس ان في ضربات جزاء بتتحسب علينا في مثيل لها ما بيتحسبش لينا وفي يعني صحيح النهارده كان ليك ضربه جزاء يعني في ضربه جزاء ليا ضربتين جزاء بما يرضي الله كده يعني هو في واحده ممكن نقول عليها ضربه جزاء الثانيه ممكن يعني اتفضل لا مش ممكن يعني الاثنين ضربات جزاء ما فيهمش افصال واتحدى اي حد ويجيب ويعيد سبوموشن ويشوف ضربات انا لسه شايفها دلوقتي كمان في التلفزيون شايف الاثنين ماتش شايف الاثنين تمام واللعبه اللي انطرد فيها اللاعب بتاعي له ضربه جزاء مش ياخد انذار لا ده هو له ضربه جزاء فيها صحيح هو ادت الى طرده يعني بدل ما ياخد ضربه جزاء انطرد فده الحقيقه يعني بيخلي الواحد يعني يخرج عن صوابه يعني تمام يعني ما فيش طب انا عايز اعرف طنطا عندها الماتشات اللي جايه مين؟ يعني الثلاث ماتشات اللي جايين مين؟ ما عندي اظن الانتاج الحربي يوم الاربع تمام وعندي وبعدها الاسماعيلي وتذاكر والله يا كابتن خالد بس انت لسه قدامك اصل انا دايما عشان نكون يعني طبعا انت عارف ان انت سنه اولى دوري من فتره كبيره جدا ففي فرق زي الداخليه ونصر التعدين واسوان والشرقيه وطنطا بيصارعوا من اجل البقاء اثنين هيفضلوا وثلاثه هينزلوا. ايوه يعني عشان نكون يعني نكون بنقول الحق يعني لان الفرق الاخرى الانتاج عندها خبرات المقاولين يعني بيكسبوا برضه لكن لا فبالتالي انت عندك اثنين ثلاثه هينزلوا من اثنين انت لسه هتلعب الشرقيه ولسه الاسوان لعبتها لسه هتلعب الشرقيه لسه هتلعب النصر للتعدين لسه هتلعب الداخليه صح كده؟ صعبه مش سهله الماتشات ما انا عارف بس دي الماتشات اللي هي بتقعد في الدوري اكيد 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 اه يعني لكن يعني عايز اقول ايه على هو طبعا في شواهد بتقول ان في فرق نتائجها كويسه عدد النقاط ليها قليل لكن لسه الدوري طويل والماتش 3-0 كابتن بيفرق جامد بيفرق جامد تمام بشكرك المهندس فايز عريبي رئيس نادي طنطا عايز اقول بس قائمه النادي الاهلي بكره ان شاء الله دخل قائمه النادي الاهلي لاول مره كابتن مروان محسن راس حربه
منتخب مصر والنادي الاسماعيلي سابقا، لاول مره بيخش القايمه، كابتن شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد عادل، احمد فتحي المتالق مع منتخب مصر ومحمد هاني واحمد حجازي اللي ايضا تالق مع منتخب مصر، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول بعد عودته من مباراه تونس وليبيا، صبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السليه، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور اجاي، عبد الله السعيد اللي احرز هدف ولا احلى ولا اروع مع منتخب مصر، عمرو جمال، صالح جمعه، كريم نيدفيد، ومروان محسن. ويغيب عن القائمه كل من حسام غالي عنده اصابه، اكرم توفيق ايضا للاصابه، رامي ربيعه مازال مصاب، محمد حمدي زكي وعماد متعب وانطوي ومسعد عوض وباسم علي وحسين السيد لاسباب فنيه. كابتن سمير عثمان هو حكم مباراه الانتاج والاهلي بكره باذن الله، وهيعونه وائل مصطفى ومحمد عبد المجيد ومبروك نبيل حكم رابع. نروح للانتاج، كابتن شوقي غريب اختار 20 لاعب، عامر عامر ومحمد موسى في حراسه المرمى، محمود فتح الله، لؤي وائل، حسن الشامي، احمد اوكا، احمد مجدي، محمد شعيشه، محمد سوسته، وليد حسن، محمود عبد الحكيم، اميدا اوكوري، صلاح امين، محمد زيكا، شهاب الدين احمد، محمود رزق، عمر السعيد، فادي نجاح، محمد محسن ليلى، وصالح موسى. اعتقد هتكون مباراه قويه جدا. طيب نفتح التليفونات، عايز اقول بس بكره كل الناس بتقول هو مؤمن هيمشي، هو احمد توفيق الا هيتوقف، هو يعني كل ده بسبب تليفونات وبسبب مباراه الزمالك فاز بيها يعني بالثلاث نقط، ادى اداء سيء بس كسب في الاخر يعني. لكن في النهايه الدنيا بتولع بعد المباراه. مين معنا؟ اتفضل يا محمد. محمد من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد، اتفضل. كابتن خالد، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. دلوقتي بالنسبه لمواقف احمد توفيق، زي ما حضرتك بتتكلم وبتقول ان احنا مشاكلنا كلها بتحصل من تليفونات ومن ان احنا بنسمعش الطرف الثاني اصلا بيقول ايه، وحد تاني بيسخننا على حد يعني. انا شايف ان احنا يعني ادمني زملكاوي يعني. شايف ان احنا ما بنتعلمش من دروس فاتت. احنا كل سنه بنيجي الاعلام او حد بيبتدي يوقعنا بينصب لنا فخ من بدري جدا. وقعنا في مشاكل ويطلع الفرقه من بدري بره، شيكابالا هيمشي، اصل مش عارف مين هيقعد، اصل مين مصاب ومين مستبعد، مين عنده مشاكل. واحنا برضو مع احترامي ليك يعني، نادي الزمالك رئيسه نادي كبير، راجل محترم واقف مع الزمالك، عامل ظهر نادي الزمالك، ما ينفعش برضو تصريحاته تبقى منفعله كده. انا ضد اهانه اي لعيب، وما ينفعش برضو يقلل من احمد توفيق على الهواء، وما ينفعش احمد توفيق برضو يسمع الكلام من بره فيقول اي تصريح. فانا شايف صحيح. ان هي حاجات كلها بسيطه تتحل في اوض مغلقه. انا يعني طبعا انا المستشار اكبر من ان انا ممكن اديله نصيحه، بس انا شايف ان هو بعد الماتش ممكن تتدخل تتكلم وجهه نظرك بس. صحيح. بس ما اقولش بقى خلافات. على فكره يعني المستشار مرتضى دخل بعد الماتش، كان قال اداء سيء، الاداء وحش جدا، زيه زي اي حد. اتسال عن احمد توفيق، قال لي انا احمد توفيق انا مش عارف هو مكانه بيلعب ايه، ما غلطش في احمد توفيق. اتقال له اكتر مره هتمشي الجهاز، قال لا انا ما فيش حاجه من دي، انا بكره في اجتماع، ما فيش حاجه من دي، ما فيش حاجه من دي. وكل شويه حد من الاعلام يقول له هتمشي الجهاز. يعني احنا يا كابتن خالد، احنا او رئيس نادي الزمالك يعني حد اعلامي يقول لا النهارده للزمالك هارد لك ليه؟ ما هو الزمالك كسب. الزمالك لعب وحش بس كسب. صح. يعني هي فما يجي مثلا اعلامي ومرتضى منصور معاه على الهوا فيقول له على فكره جالنا دلوقتي ان احمد توفيق بيغلط فيك، فتعتقد ان الاعلامي يعني عايز ايه؟ وتعتقد ان مرتضى منصور اللي احنا عارفينه ان هو راجل عصبي وبيتعصب، اما يتقال له كده على الهوا هيقول ايه؟ حلو، انا معاك جدا يا كابتن خالد في حضرتك. هيقول احمد توفيق حبيبي؟ لا طبعا، بس ما يغلطش فيه، انا بقول لك انا 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 شخصيتي غير شخصيتك غير شخصيه مرتضى منصور. صح صح، كل واحد ليه شخصيه. انا راجل حافظ مرتضى منصور، تمام، فانا عارف، انا عارف كويس قوي يعني. انا تخيل انا واقف كده دلوقتي، انا قاعد كده وانت مرتضى، فاروح انا اقول لك ايه؟ على فكره ايه ده؟ جالنا دلوقتي ان احمد توفيق بيغلط فيك، فمرتضى، فانت عارف مرتضى هيعمل ايه؟ انا عارف، وانا عارف حضرتك انت عايز توصلني ان هو عايز يطلع منه رد معين فالدنيا تقوم وما تقعدش. اما انا اقعد اسال انت هتمشي الجهاز الفني؟ انت هتمشي الجهاز الفني؟ مرتضى يقول ماشي الجهاز الفني، اللي احنا كسبانين يعني.
يعني فكره دي، ما هو انت قال له مره واثنين وثلاثه لا، وبرده مصمم ان في تغيير بالجهاز الفني. يعني هو 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 ده السؤال اللي انا بساله. اعلامي اخر يطلع يقول لك استاذ بشار هارد لك، يعني يعني ما لك إيه؟ يعني هل احنا بعد ماتش مصر وغانا احنا لعبنا سيء جدا صح ولا لا؟ صح، مستوى كان سيء جدا ماتش غانا. صح صح، وغانا كانت مسيطره على المباراه بالكامل وكسبنا، بس احنا قلنا بعد كده بعد الماتش ايه، مش مهم النتيجه، مش مهم الاداء، المهم ان احنا كسبنا وتصدرنا، احنا عايزين نروح كاس عالم. نفس القصه هنا. بس انا عايز اقول لحضرتك كابتن خالد، معلش اسمح لي دلوقتي تختلف. انا اخد من كلامك حضرتك كنت بتتكلم على المدربين اللي هي مشوا وسابت فرقها في نص الدوري او بعد 7 ماتشات من الدوري. وباكد على كلامك ان الكابتن خالد كابتن ايهاب جلال من احسن مدربين موجوده في الدوري المصري. صحيح. انا دلوقتي كمدرب لازم لما انت متعاقد بعيد عن الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك لازم يبقوا جامعين بين الاثنين، لازم يبقى جامع بين اداء ونتيجه. انا المدربين بتوع الانديه الثانيه لازم بيقعد مع الاداره وهو جاي بيتكلم في حاجه معينه. انتوا عايزين ايه من الدوري؟ انتوا مكانكم فين؟ هتخشوا مربع انا بس هقعد في الدوري، انا هنافس على البطوله. انما ما اجيش انا فرقه، معلش يا كابتن، ممكن مجرد يعني كل طموحاتها ان هي تقعد في الدوري، وبعدين ماتشين ثلاثه الاداء سيء او النتيجه تبقى وحشه والاداء ممكن يكون كويس ومشي. صح، لان القصه هي قصه امكانيات وقصه امكانيات لعيبه. بس انا عايز اقول لك حاجه عشان يعني اكون منصف للاهلي وللزمالك بالذات. معظم اللعيبه ومعظم الفرق اللي بتيجي تلعب ماتشات اهلي وزمالك بيموتوا نفسهم في الملعب وبيعملوا حاجه اسمها زون ديفنس، وبيقعدوا يدافعوا طول الوقت 90 دقيقه، وبيبقى عندهم الدوافع ان هم يقولوا احنا لعيبه جامده، التسويق وان هم يظهروا بالظبط. فبالتالي معظم ماتشات الاهلي والزمالك حتى مع الفرق الصغيره بتبقى صعبه، لان اللعيب عشوائيه شويه. ايه؟ تبقى فيها عشوائيه شويه عشان انت تبقى اعلى منهم امكانيات. بالظبط، فبيموت نفسه في بيموت، واللي قدامك اللعيب الاهلي والزمالك كده كده هو وصل للاهلي والزمالك فبيلعب فرقه صغيره، فممكن تسحبه لمستواها. انا معاك، بس عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن، برضو بيبقى باينه ان في شغل مدرب، في خطط، في طبعا 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 طبعا. وانا قلت انا قلت في مشكله كبيره جدا حتى هيعاني منها الزمالك ومؤمن. هل هيبقى عنده القدره على السيطره على 25 لاعب يلعبوا في ال 11؟ انت صعب يكون عندك 25 لاعب من اصل 30 يلعبوا في ال 11. هو كابتن انا معاك ان فرقه الزمالك كلها تلعب 11 لعيب. ادي شيكابالا طالع زعلان شويه النهارده وبيتغير، علي جبر بيتخانق عشان ما لعبش، معرفش محمود حمدي الجمهور ما بيلعبش ليه، طب ما هو شوقي السعيد لعب لسه جاي وكان كويس ماتش نهائي كاس مصر، طب علي جبر ما بيلعبش ليه، طب ما احمد ديودار كان متالق معرفش ماتش امبي، يعني الناس هتقعد تتكلم كتير وكل واحد هيختار تشكيله. انا معاك يا كابتن، بس هي بتفرق في ايه؟ جمهور الزمالك او جمهور مصر عامه بقى فاهم في الكوره، بعيد عن اللي احنا 95 محلل احنا بنتكلم او كجمهور الزمالك بيتكلم، لا شايف فرقته رايحه لفين، في مؤشرات ان هي تطلع الفرقه ان يبقى مع ان عايز اقول لك حاجه، مثلا جمهور الزمالك ماتش سموحه خسر نقطتين بس كان الزمالك احسن اداء في كل المباريات. تمام، يعني سموحه لدرجه قلنا سموحه ايه ده، وسموحه ملهاش انياب خالص، مش عارفه توصل حتى نص ملعب الزمالك. ليه؟ لاول مره الزمالك بيعمل ضغط على الخصم في سموحه وامبي من قدام. بالظبط، جه ماتش المصري لوغاريتم حاجه تانية خالص. طيب اشكرك يا محمد جدا على مداخلتك. قبل ما نروح ونكمل تليفوناتنا، انا لسه جاي من الفرح دلوقتي، فرح باسم مرسي، ربنا يسعده يا رب ويوفقه وان شاء الله تكون ادم السعده عليه ويكونوا سعداء في حياتهم. باسم مرسي لعيب كبير، هو راس حرب مصر الاول يعني. وعايز اقول ان كلمت انا مرتضى منصور، كان متوجه مرتضى منصور كان متوجه طبعا للفرح، ومؤمن سليمان ما راحش الفرح، وانا قاعد وصل شيكابالا ووصل جنش ووصل الشناوي ووصل طارق حامد، يعني وصل علي جبر، في لعيبه كتير وصلت، خلصت الماتش رجعت غيرت هدومها واستحموا ولبسوا البدل وجم. ف يعني وكان في عمرو الليسي، احمد سليمان، طبعا ناس كتير كانوا متواجدين، كابتن ابو رجيله، ناس كتير كانوا متواجدين في الفرح النهارده، محمد شيحه وكيل لاعبين، يعني الف مليون مبروك
ألف مليون مبروك لطبعا باسم مرسي، فرحه كان النهارده ولسه لغايه دلوقتي شغال. يمكن انا رحت نص ساعه عشان ابارك له بس، وبعد كده جيت هنا جري عشان الحق اطلع معاكم على الهواء مباشره. وعلى فكره ارجعوا لي، كان حديث الفرح الناس مستاءة جدا، معظم الفرح في ناس زملكاويه كتير فمستائين جدا من اللي حصل ما بعد المباراه، سواء من بعض الاعلاميين او سواء من رئيس نادي الزمالك او سواء من احمد توفيق، ويعني دنيا ولعت، او سواء دخول مؤمن سليمان على الهواء. يعني كان الافضل لمؤمن، او دي حاجه ترجع له يعني، ان بعد مباراه سيئه مثلا الاداء فيها مش كويس وهو كسب، ان هو ما يخشش، ما يعملش مداخلات، يعني يبعد. ما يكون الاداء كويس قوي وبتاع يخش ويتكلم، لكن ما يكون اداء وحش قوي بس كسبان فاحسن تبعد، ما تتكلمش يعني، ابعد ويعدي اليوم بالانفعالات اللي فيه وطبيعي جدا ان رئيس النادي يكون متضايق، طبيعي يعني ان هو يكون راجل متضايق من الاداء، اذا كان احنا كجمهور او كاعلاميين او كزملكاويه مثلا، واحد زي زملكاوي متضايق من الاداء جدا، وكتبت بوست ان انا متضايق من الاداء، فما بالك رئيس النادي اللي هو مسؤول عن الفريق. طيب مين معانا على التليفون؟ احمد من المنصوره، اتفضل يا ابو حميد. السلام عليكم. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ اتفضل حبيبي. الحمد لله بخير الحمد لله. اتفضل حبيبي. بقول لحضرتك الاول بس عايز اعلق على العمل الاعلامي، لا داعي ذكر اسمه، يعني لما يكون بيتصيد المشاكل اللي بتحصل في نادي الزمالك على طول، يعني اول باول اول باول. ماتش احنا كسبانين 3-1، ايه يعني اللي مضايقه يعني؟ مش فاهم. يوم اتصل بالسيد المستشار وعلى طول انفعالي هو طبعا واحنا عارفينه، فيتصل ويخليه يطلع تصريحات يعني باسئلته الخبيثه، ويجيب كمان الكابتن احمد توفيق يعلق بعد ما الكابتن بعد المستشار مطرب منصور علق، وجاب سيره احمد توفيق معاه، وبعدين يتصل كمان بمؤمن سليمان عشان يطينها خالص يعني. بالاخر يعني غايته الاساسيه ان هو يدمر نادي الزمالك. بس برضو عشان اكون يعني مهنيا، هو ممكن انت من وجهه نظرك كده، بس مهنيا من يعطيه الفرصه هو من يتصل بهم وبيخشوا يقولوا يتكلموا ويردوا ويسخنوا، يعني برضو لازم يكون في نظام في نادي الزمالك، خصوصا بعد المباريات السيئه في الاداء والفوز فيها، ان احنا نكون بعيد شويه عن الاعلام. ده من المفترض يعني، ده المفروض. بس المستشار مطرب منصور قال قبل كده هجيب متحدث رسمي باسم نادي الزمالك ويتكلم بعد كل مباراه. هو كل مره بيطلع يتكلم، ده اللوم عليه برضو يعني، ده اللوم على رئيس النادي بتاعنا. طيب انا بشكرك جدا يا احمد، بس انا عايز اقول حاجه يا جماعه، لان انا ما بنساش. في وقت من الاوقات كنت بشتغل في قناه اسمها ال تي سي، وكان كل القنوات منعه مرتضى منصور من الظهور، وكانوا بيتكلموا عن مرتضى منصور وعن نادي الزمالك فبيحاول يعمل مداخلات، فكانت غرفه صناعه الاعلام في ذاك الوقت منعاه من الدخول. فكان انا بشتغل في قناه ال تي سي دي، ودي مش في غرفه صناعه الاعلام، وبتسمح لرئيس نادي الزمالك انه يخش، وبالتالي انا بدخله، فكان بيطلع عندي. من كتر ما هو كان مخنوق ومتضايق من بعض القنوات الاخرى ومن بعض الاعلاميين ومن بعض الصحفيين، فكان ما يخش عندي من غير ما اساله يرد عليهم وينفعل ويطلع اللي جواه، لانه ممنوع من القنوات الاخرى، وكانت القنوات الاخرى في ذاك الوقت بتتكلم عليا. ده بيدخل مرتضى منصور، ده ازاي يدخله؟ غرفة صناعة الإعلام عاقبتني على دخول مرتضى منصور. والغريبة والعجيبة إن بعد ما تم السماح لمرتضى منصور، كل مصر حتى اللي كانوا المقدمين اللي بيلوموني ويتكلموا عليا يقول لك ده برنامجه بس يدخل مرتضى منصور. سبحان الله، هو نفس الإعلامي اللي بيدخل مرتضى منصور، واللي دخل مرتضى منصور قعد يشتم في أحمد توفيق. يعني أنا ما شفتهاش بصراحة، بس انفعل بسبب ان هو نفسه الاعلامي اللي قال له ده بيغلط فيك، ودخل غلط في هنا وهنا، وبيقولوا بهدل الدنيا مرتضى منصور. انا ما شفتهاش والله العظيم، واتكلم كلام وحش في حق اخواته او حق والدته او وات ايفر يعني، لكن في النهايه هو ده الاعلام اللي بيوجه الناس، اعلام كاره خالد الغندور او كاره دخول مرتضى منصور مع خالد الغندور، لانه مرتضى منصور بيغلط في الناس في عيب، لكن في نفس الوقت لما يتم السماح له بالدخول بيتم الاتصال بمرتضى منصور
ويخش في كل القنوات اللي كان بعض مقدمينها بيقولوا لي انا شخصيا يا خالد ما تدخلوش، يا خالد هو بيغلط، يا خالد، فاقول له يا كابتن ما اعرفش ايه ده، يقول لي لا ده بيغلط ما تدخلوش، لان انت ما تقدرش تسيطر ايه على الهوا. فانا حاضر ان شاء الله. فابتدي امنع مرتضى منصور انه يطلع معايا 10 ايام رغم ان انا مسموح، وبعد 10 ايام ما يكون حاجه هادي ادخله، فيروح الاعلامي دلوقتي نفس الاعلامي اللي كان بينصحني بيدخله كل يوم. فيعني هو ده الاعلام بتاعنا. طيب معانا مين؟ احمد من الغردقه، اتفضل يا احمد. صباح الخير كابتن خالد. صباح الخير يا احمد، اتفضل يا حبيبي. انا زملكاوي 40 سنه. تمام. اقدر حضرتك تقول لي اي جمله تكتيكيه اتعملت في الملعب من اول ما الدوري بدا؟ في اي اوفرلاب بيتعمل؟ اي اختراقات من النص بتتعمل؟ اي حاجه غير مجهود فردي ايمن حفني ربنا يديله الصحه لو عرف يعمله؟ غير كده مفيش. حضرتك قول لي جمله تكتيكيه واحده، انت كابتن اكتر واحد شفت. لا يعني انا يعني عشان نكون منصف، الزمالك كان سيء جدا 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 في النصر للتعادين اول مباراه، واتقال انها كره شاطئيه وكره حمراء، وبعد كده كان سيء للغايه في ماتش المصري، وكان اتقال ان دي اصابات. في بعض الماتشات اللي كان سيء فيها في افريقيا كان في نقص عددي، ماتش النهارده سيء للغايه، لكن ماتش انبي وسموحه كان الزمالك 10 على 10. عشان الفرقتين اللي قدام حضرتك فرقتين بيلعبوا كوره، عايزين هم كمان يهاجموا. ماتش سموحه ده كيسه ثانيه خالص. بس اي فرقه اي مدرب اول حاجه هيعملها بيفصل خطوط الزمالك عن بعض بسهوله جدا، يقدر يفصل خطوط الزمالك ما يخليش الدفاع يطلع الخط الوسط، خط الوسط يطلع الهجوم. ده بتتعمل من اي فرقه بتلعب الزمالك. طنطا فرقه متواضعه مع ان النهارده قدمت ماتش جامد جدا جدا جدا، لكن قدرت تلعب برضو على الزمالك. في تغييرات انا مش فاهمها. يعني انت وجهه نظرك ان المؤمن سليمان هو السبب؟ ليش كابتن مؤمن سليمان راجل دارس وكل حاجه، هو يبقى مساعد مدرب. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل حضرتك. النهارده تشكيل الزمالك علي جبر ومحمود حمدي، طارق حامد ودونجا، ايمن حفني، ونفس التشكيل وستانلي وباسم مرسي، الاداء كان هيبقى افضل بكتير؟ لا يا باشا مش هيبقى افضل بكتير، لان هو ما فيش جمله تكتيكيه بتتعمل. طب حتى وهم بيلعبوا طنطا حتى وهم بيلعبوا طنطا محتاجين جمل تكتيكيه؟ في اي ماتش حضرتك احنا لو بنلعب كره خماسي في الشارع بنتفق مع بعض بنعمل ايه؟ طب هسالك سؤال تاني. اتفضل. كوبر مقتنع انت بيه؟ هو كسب غانا 2-0 بس. دي نقطه حضرتك. الاداء كان سيء للغايه. فرق كبير، بتلعب غانا محترفينها وبتلعب طنطا. لا ما انت حضرتك برضو فرق كبير ان انت بتقول زمالك وبتقول منتخب مصر بمحترفينه برضو محمد صلاح الزمالك تعتبر فيها كتير من منتخب مصر. لا انت عندك رمضان صبحي وعندك محمد صلاح وعندك محمد النني وعندك يا طب هسالك سؤال، مين لعيبه الزمالك لعبوا في الماتش؟ مين؟ طارق حامد. الزمالك لعب علي طارق حامد وعلي جبر وباسم مرسي وطلع وباسم مرسي وعلي جبر بس. تمام يا باشا. ثلاثة دلوقتي. حتى في ماتشات كوبر انت بتبص ان كوبر بيعتمد على انطلاقات صلاح او بعد كده في الشوط الثاني انطلاقات رمضان صبحي او تريزيجيه اللي هو عمل ورقه رابحه ليه اللي هو كان نجم الماتش طبعا. بس عايز اقول لك حاجه، يعني ما تزعلش من انت ناقضت نفسك دلوقتي. هقول لك ليه. اتفضل. انت قلت لي ماتش انبي وسموحه كان بيهاجموك فعشان كده لعبوا حلو، طب ما غانا كان بيهاجموك. لا انا بتكلم على هم هاجمونا فعلا غانا. هم كان بيهاجموك طول الماتش. احنا ما عندناش قدرات جسديه تقدر تعمل تجري مع غانا. طب هسالك سؤال تاني. اتفضل. الاهلي وطنطا، الاهلي كسب بضربه جزاء لعلي معلول. انا راجل زملكاوي متعصب. انا بسالك اصل انا بكلمك على اداء دلوقتي منتخب مصر، لعيبه اهلي، لعيبه زمالك، لعيبه منتخب، لعيبه بتكلمني على الاهلي اخر ماتش مع طنطا. انا ماليش دعوه بالاهلي، انا بتكلم على فرقتي. لا انا بكلمك على انت بتكين مفاتيح لعب واداء، يعني احنا بنتكلم ان في بعض الاحيان الانديه اللي هي بتبقى قليله في المستوى بيبقى لعيبه عندها دوافع انها تموت نفسها وتلعب زون ديفنس وتدافع لغايه ما بيجي فيها جون. هي بس القصه هنا ان الزمالك جاب جون من ضرب الجزاء ولكن ما عرفش يصنع فرص لنفسه، خصوصا ان طنطا لاعب من دقيقه 13 ناقص العدد، وانا شخصيا حسيت في المباراه ان الزمالك هو اللي ناقص العدد مش طنطا. طبعا
اوكي موافق حضرتك يا كابتن. قول لي حضرتك ان في الماتشات اللي فاتت اوكي حتى انا برضو حضرت لحضرتك حتى ماتش انبي وماتش سموحه جمله تكتيكيه اتعملت دخلت منها جول. طب هسالك سؤال تاني والله انا قعدت افكر فقلت طبعا مفيش مدير فني اجنبي دلوقتي. خد بالك كل الناس بتقول على فيريرا ان هو احسن مدير فني حتى اللعيبه بتاعت الزمالك يعني. رغم كده ان فيريرا اتغلب خمسة من يعني مثلا الناس بتقول على كان فيريرا معاه لعيبه كتير غير مؤمن يعني مؤمن معاه 14 ورغم كده فيريرا في الماتش برضو فاصل راح اتغلب خمسة من نجم الساحلي وهو مدرب كبير. نفس القصه احمد حسام ميدو اتغلب ماتشين ثلاثة من الاسماعيلي ومن الاهلي. محمد حلمي اتغلب من صن داونز راح جاي. طب مين بقى يعني ومؤمن احسن نتائج لغايه دلوقتي يعتبر من النتائج مش الاداء. لكن في النهاية تقول لي مين؟ ما هو محمد حلمي مسك ما كانش كويس، باتشيكو مسك ما كانش كويس، احمد حسام ميدو مسك ما كانش كويس. يعني كل المدربين اللي مسكوا كان ليهم اداء وحش. بالنسبة لحضرتك بتتكلم في مدربين عالميين خسروا هو بيخسر في ماتشات تانية كسبها بجمل في حاجة بتتعمل في الملعب. انت حضرتك تفهم اكتر مني في الكورة اكيد. طب ماشي ما هو ممكن واحد يقول لك ممكن واحد يقول لك اصبر. طب ما انت عندك الزمالك عمل ماتش عالمي امام تكتيكيا يعني امام الاهلي وكسب النهائي كاس مصر مع مؤمن وعمل امام الاسماعيلي 4-0 عمل امام انيمبا عمل امام الوداد عمل امام صن داونز في العوده. يعني قصدي ممكن يقول لك في ماتشات عمل امام ام بي وسموحه يعني ممكن يقول لك في ماتشات برضو الزمالك لعبها حلو مع مؤمن يعني ممكن. على فكره انا مش لا انا في جهه الدفاع يعني بس انا بقول لك لازم اخد وجهه نظر الاخرى يعني. احنا زملكاويه وبنحب الكره حلو اوكي انا طب مين انت ترشحه احمد يعني مين شايف ان هو مدير فني احنا عندنا مشكله في الدولار طبعا عندنا مشكله في الدولار بالظبط يا بقيت الشعب مش مين مصري يعني مين مصري تشوف يمسك الفرقه هو طبعا مصري انا كنت مع الكابتن حسام حسن اوكي لانه هو بيعرف يخلي اللعيبه لا بص يعني حسام حسن لابد ان احنا نحترم انه بيدرب نادي كبير في قيمه نادي المصري ونحترم جمهور النادي المصري لان هو نادي مصري مش نادي قليل عشان ناخد المدير الفني بتاعه يعني انا بقول مين اللي كان لا انا ليش دعوه بحسام حسن دلوقتي انا بقول لك على ارض الواقع دلوقتي مثلا طلع قرار بكره من مستشار مرتضى بايقاف احمد توفيق بقى برحيل الجهاز الفني بقياده مؤمن سليمان وده متوقع في اي وقت تمام لان بعد كل ماتش حتى في الفوز بيحصل كده امال هيحصل في الهزيمه هيحصل ايه فبالتالي تتوقع مين يجي مكان مؤمن او تتمنى مين دلوقتي خالص ايه انا مش شايف حد اللي هو من الافيلبل مفيش حد ينفع خلاص يبقى انت كده دلوقتي يبقى تدعو للاستقرار مع بقاء مؤمن يبقى لان البديل لا وجود للبديل انا عايز اشوف انا عايز يبقى في حاجه في الجهاز الفني غلط دي المستشار هو اللي يقدر يحددها لان انا ايوه بس انت هقول لك بكره مستشار قال لك مؤمن يمشي يبقى مدرب عام مثلا اجيب مين؟ محمد صلاح يرجع مثلا يمسك تاني مثلا ما هو ده اللي متاح كابتن محمد حلمي يرجع؟ لا انا مع كابتن محمد حلمي ان هو يرجع فعلا ايه؟ كابتن محمد حلمي لعبنا ماتشات احسن من احنا بنلعبها دلوقتي تمام اشكرك جدا يا احمد اشكرك جدا طيب ناخد تليفونين ونطلع لجمهور الزمالك بعد ماتش طنطا يعني رايه ايه؟ لان الجمهور اكيد متضايق من الاداء. مين معانا؟ ابراهيم الجيزه، اتفضل يا ابراهيم. ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك يا ابراهيم؟ اتفضل يا حبيبي. انا كابتن خالد اهو الاعلام عظيم الزمالك. يا كابتن بدون ذكر اسمه يعني كابتن ايمن يونس النهارده بيقول له فهم احمد توفيق بس الاول المستشار قال عليه يقول له صاد خليه يكمل يكمل ايه؟ وانت على الفرح تفرح فيه؟ طب ما انت كان معاك كابتن سامح حافظ من يومين ثلاثه بتقول له عماد متعب عمل وسوى قال لك ما حصلش قال له خلاص اقفل الموضوع ولا لاش النادي الاهلي انا عايز افهم برضه نفس الاعلام النهارده عامل حفله دخل احمد توفيق هتشتم مستشار تاني طب ما فيش غير الزمالك هتعمله على افلام بس عايز اقول حاجه كمان واحمد توفيق يعني اخوه قال له يعني من غير ما يشوف من غير داخل معاك يعني احمد توفيق مثلا على فكره مستشار بيقطع فيك طب هو قال ايه يروح داخل كده من غير ما حتى يتفرج وبعد كده الناس بقى هتقعد تقول ده اخو احمد توفيق اكرم اصل اكرم بيلعب في الاهلي اصل هو احمد توفيق قال له طب مشي عقدي عشان ده هيروح الاهلي والله ابتدت ناس تقول كده ازاي بقى ازاي يجيب لك بقى كابتن ايمن يونس يقول له طب فاهم احمد توفيق طب ما تفهمه طب ما انت كنت مع احمد صلاح حافظ من يوم الثلاث ايام وقال لك لا يعني لا
تمام. انا مش فاهم يعني هو الزمالك ده ما انت عارف شتى المصير مطار على طول اي اقل كلمه بيسخن الدنيا صحيح. وبعدين العضه كابتن مؤمن سليمان احنا بنشجع الزمالك عشان اللعب انا مش عايز طلبهم. على فكره مؤمن مؤمن شاف مؤمن شاف ان دونجا هيلعب دونجا وطارق حامد وهيلعبوا الثلاث ماتشات اللي جايين اللي هم اسماعيلي اسماعيلي مقاولين وادي دجله فقال لك على الاقل اريحوا طنط اريحهم طنطا ده عشان قدامهم. انت عندك لعيبه لعيبه كتير برضه مريحه. طب هسال سؤال هو بجد يعني ممكن اتنين تلاته يريحوا دول يعني ده مصطفى فتحي يا جماعه ما بيلعبش ده امهر لعيب في مصر يعني. تلاته برضه مصابين ولا اربعه كمان وعندك محمد ابراهيم لعيب عالمي وعندك باسم مرسي يعني عندك لعيبه تقيله فما حدش يقول لي ما غار ديفندر بتفندر او سيرد باك بسيرد باك هو اللي هيحسن الاداء او هيوحش الاداء. لا انا بس بحاول اقول له بس والنبي علام المصطبه ارحموا الزمالك الشباب وجماهيره. تمام اشكرك يا هيمو. محمد من القاهره ونطلع للتقرير بعد كده. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا محمد اتفضل حبيبي. معلش يا كابتن خالد معلش بس مني دقيقتين اتنين. اتفضل انا برضو زملكاوي بس ليا وجهه نظر مختلفه شويه. اتفضل هرجع بحضرتك بس سنتين ونص 2014 لما مجلس الاداره ده كله جه. مجلس الاداره ده بدايه من رئيس المجلس لغايه كل الاعضاء محدش يقدر ينكر هم عملوا قد ايه حاجات حلوه للزمالك. صحيح. للاعبين لتجديد منشات لتدعيم بقيه الالعاب يمكن انا مختلف شويه ان هيبه نادي الزمالك كان نفسي ترجع بس مش بالشكل ده، يعني انا شايف الهيبه مش بالشكل ده، انا شايف الهيبه حاجه ثانيه مش بالشكل ده، بس هاويفر رجعت هيبه نادي الزمالك والجمهور كله فرحان وفي افضال كتير جدا. بس انا عايز اقف عند نقطه تقييم الانسان بلس وماينس مميزات وعيوب. مش لازم دايما لما اشوف حد وحش في تصرف يبقى هو وحش على الاطلاق، ومش لازم لما يعمل حاجه حلوه يبقى هو حلو على الاطلاق. صحيح. كل مشاكل نادي الزمالك من صيف 2014 مع كل الانجازات اللي المجلس ده عملها سببها المجلس مش حد تاني. لو حضرتك بتقول لي الثمان تسع مدربين اللي مشيوا من الفاشل للهارب للخيء كل دول سببها ابتدت من المجلس ما ابتدتش من حد تاني. يعني هو واحد زي فريرة ده نام وصحي جري ورا الفلوس يا فندم الناس دي محترمه وبتحترم على الاقل العقود. احنا طلعنا هزقنا الراجل وطلعنا يعني كل حاجه وحشه فيه بعد ماتش سوبر وانت كسبان دوري وكاس. صحيح. يعني نتيجه ماتش غيرت انجاز راجل في ست اشهر. صحيح. بس كان ماشي حلو جدا وكل الناس كانت بتعترف ان اداء ودفاعي محترم جدا. تم انتقاده بعد ماتش ماتشين ده مش هيستحملك ومش هيستنى. اللي عايز اقوله علشان انا ما اطولش في الكلام والناس تتكلم براحتها، احنا كلنا بنقول الناس بتصطاد للزمالك الغلطات. طب احنا نسينا حاجه مهمه قوي. هو هل يعقل ان مع كل حدث في نادي الزمالك يطلع اكبر قياده فيه تعلق عليه؟ هل ده معقول؟ هل مطلوب مني انا ان انا اكيف نفسي علشان الراجل المحترم ده بينفعل علشان عصبي؟ طب ما انت اديت للناس السلاح اللي تكسبك بيه، يبقى هم هنا مش غلطانين. يعني انا النهارده لما اكون اعلامي او لما اكون صحفي او لما اكون مراسل واصطادك بمعنى الصيده، انا مش قصدي حاجه وحشه، اصطادك بمعنى ان انا استنى لك غلطه وابرزها في الاعلام، هي هتتكتب ليا. ما اقدرش النهارده اغلط اعلامي والغلط جاي من حته ثانيه يا كابتن خالد. انا ايوه بس يعني بس هقول لك حاجه يعني انت مثلا انا متفاهم كلامك وفي حاجه اسمها مهنيه وكده، بس عايز اسالك سؤال. اما اعلامي مثلا يعني يقول جالنا دلوقتي ان احمد توفيق بيغلط فيك يا سياده المستشار، طب ده الاعلامي عايز ايه؟ لا يا فندم هو اكيد المعنى في بطن الشاعر، هو عنده غرض، طبعا عنده غرض. يعني انت عارف انا والاعلامي وعارف انا عارف مرتضى ويعني ده يمكن هقول له يعني ده يمكن هقول له ده في واحد بيغلط فيك فهسكت يعني ما لان انا عارف ان هو هيولع الدنيا. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. بتقول لي انا عارف مرتضى، طب انا مالي ومال مرتضى؟ يعني مع الاحترام مثلا للاستاذ مرتضى منصور، انا يا فندم انا اديت للناس السلاح اللي تجيبني بيه.
يعني هو هو من المفترض، لان هو نفسه قال انا بعد اي مباراه ببقى مشجع، فمن وببقى منفعل مشجع درجه ثالثه، فمن المفترض ان هو اللي يمنع نفسه من الدخول بعد اي مباراه سيئه في الاداء عشان ما ينفعلش ويخرج عن النص، وكمان يتم منع مؤمن سليمان واللعيبه من التصريحات ما بعد المباراه في التلفزيونات في مؤتمر صحفي مظبوط، وفي زون ده اللي فيه لقاءات ما بعد المباراه، لكن في التليفونات ده يخش في ده يمين وده يخش في ده شمال، ما بيبقاش الموضوع يعني اعتقد ظريف اعلاميا قوي. بشكرك محمد. تعال نروح لجمهور نادي الزمالك بعد مباراه طنطا والفوز 1-0 بضرب جزاء لشيكابالا. اداء سيء ولكن هناك 3 نقاط. يلا الزمالك يفوز على طنطا بهدف شيكابالا بضرب الجزاء، لكن اداء متواضع من نادي الزمالك النهارده، علامه استفهام كبيره جدا على اداء النهارده. طنطا قدمت مباراه طيبه، الزمالك يصل للنقطه 13. شفت المباراه ازاي واداء نادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الاداء يعني مش حلو بقى له كام ماتش من بعد افريقيا يعني، بس هو مش عارف انا حاسس ان يعني مؤمن سليمان الزمالك كبير عليه، مش هو النهارده برضه في غيابات، برضه يعني عذر مع مؤمن النهارده في غيابات كتير. لا مش غيابات، هو اللي عامل الغيابات دي بمزاجه، اللعيبه كلها موجوده، بس هو برضه اللي هو اللي كل شويه بيشيل كذا واحد ويحط كذا واحد جداد، المفروض اللعيبه ديت هو هيموتها متهيألي. انا رايي انا كده يعني، مش متوقع ان انا اشوف الزمالك كده. يعني مؤمن سليمان بيخترع كوره، بيخترع تشكيل، بيحط لعيبه كتير، بس في غيابات كتير، مصطفى فتحي، محمد ابراهيم مجاسي، يعني مرسي، افريقيا احنا غايب باسم مرسي ومصطفى فتحي للاصابه، وطبعا محمد ابراهيم بقاله فتره، وكانت الحجه في بيريح طارق حامد وعلي جبر، بيريح كل دول ماشي اوكي تمام، كانت الحجه في افريقيا انه مفيش لعيبه واحنا داخلين افريقيا ب 31 لعيب وتصفصفوا على 16. طب ماشي اوكي، فين الروح اللي في اللعيبه اللي هتلعب عشان تنافس على الدوري؟ احنا مأجلين كام ماتش والاهلي عمال يجمع في نقط تمام، ما فيهاش الزمالك ليه 4 ماتشات مؤجلين لسه، ليه 4 ماتشات مؤجلين تمام، انت مش ضامن المكسب بالاداء ده. يعني طنطا عشان عندهم روح ولسه طالعين بقالهم كتير غايبين عن الدوري، عندهم روح عايزين يلعبوا، مش في تنظيم، الزمالك ما فيهوش تنظيم، ما فيش كره ملعوبه، ما شفتش كره صح ملعوبه. ده الشناوي كويس، هو كان بعيد عن مستواه، بس الحمد لله رب العالمين النهارده شايفه 100 100، الحمد لله رب العالمين كويس جدا صراحه. يعني اهم حاجه الثلاثه بونت، اهم حاجه ثلاث نقاط بالنسبه لي انا، عشان نشوف كل ماتش بحساباته، وان شاء الله باذن الله لعيبه المصابين يرجعوا، وان شاء الله باذن الله الزمالك يرجع على المستوى ان شاء الله باذن الله. الزمالك النهارده كان ضعيف جدا، مش لاعب، يعتبر كان غايب نهائي من المباراه، غياب مصطفى فتحي مؤثر، باسم مرسي غيابه مؤثر جدا، احمد جعفر النهارده ما كانش ظاهر خالص في الهجوم، عشان في لعيبه كتير غايبه ولعيبه كتير ما لعبتش جنب بعض، الانسجام لسه فعلا لسه. وكمان دونجا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني لعيب كويس جدا، نتمنى نشوفه في المنتخب. الشناوي النهارده اداؤه عجبك؟ عودا حميدا للشناوي، اداؤه النهارده ممتاز فعلا، بقى له كام مباراه كان غايب يعني، وما كناش متعودين منه على كده. الدوري صعب السنه دي فعلا، الدوري السنه دي منافسه عليها تبقى منافسه صعبه جدا فعلا. واهم حاجه النهارده ان الزمالك خد 3 نقاط عشان تلحق، بس يعني تلحق تنافس يعني. والله الاداء مش مقنع خالص، على الرغم ان يعني المفروض، انا مش عارف مؤمن سليمان يعني ايه اللي حصل، يعني اول ما مسك الفرقه كانت الفرقه لعبنا الاسماعيلي، لعبنا الاهلي، كان في اداء كويس في افريقيا، لعبنا كويس، ابتدى الدوري قلنا ماشي عشان في لعيبه مختلفه عن اللي بتلعب في افريقيا دي مكان دي، انما دلوقتي انت معاك اللعيبه جاهزه وعامل معسكر ولاعيبتك جاهزه كلها، ليه بقى معلش يعني انا مش عايز اقول بس افتاء، بس ليه يعني كل لعيب ما لعبش في مركزه ليه؟ اداء سيء جدا، مش الزمالك معاه فرقه المفروض كل ماتش 5-6، فرقه قويه جدا، مفيش تشكيل مناسب للفرقه، اداء انا من وجهه نظري ما يليقش خالص بنادي الزمالك بالفرقه اللي معاه دي، انا مش شايف اي جمله في الملعب خالص، مفيش اي حاجه. مش لعيب اداؤه عجبك النهارده؟ مفيش ولا لاعب في الزمالك يعني غيابات. طب اللعيبه اللي غايبه دي اثرت على اللقاء، ولا شايف ان لعيبه الزمالك فيها لعيبه كتير ونجوم عادي؟ لا خالص، اللي بيلعب زي اللي بره، فرقه كامله جدا، وانا شايف ان نجم الزمالك احمد الشناوي احسن لاعب في الزمالك النهارده، غير كده مفيش ولا لاعب في الزمالك بصراحه، يعني اداء
اداء يحزن جدا، مش حلو بصراحه يعني، مش ده اللي متعودين عليه نادي الزمالك ان هو يلعب بالطريقه ديت، مش ده نادي الزمالك. يعني شايف ايه النهارده كان في كسور في ايه؟ شايف الاداء التشكيل مش كويس؟ اكيد اللعيبه مش تحس ان هي فاهم بتلعب بالطريقه اللي كانت بتلعب بها الاول نادي الزمالك اللي احنا كلنا برضو فاهم. هو الماتش بصراحه ما كانش حلو النهارده، الغيابات في لعيبه كتير غايبه دي اثرت على الاداء النهارده، لازم تاثر. بس برضو هم المفروض يتعودوا ان هو حد موجود او مش موجود الزمالك يلعب، يعني احنا متعودين ان الزمالك مش بيعتمد على واحد او اتنين. النهارده الماتش وحش جدا، يعني لو الناس كلها بتعتب ان الزمالك كان وحش جدا في ماتش المصري، انا بقول النهارده اوحش. على الاقل المصري دي فرقه كبيره جدا. انا عايز اسال المرتضى منصور، يعني المستشار المرتضى، اتفرج كده على حسام حسن 90 دقيقه ماسك المصري 90. لعيبه الزمالك دي بتتفرج على بتتفرجش على كوره، هما يعني هما فرحين. في غيابات برضو النهارده كتير اثرت على انت معاك ايمن حفني، في فرقه بره ما لعبتش. انا معايا ايمن حفني، معايا ستانلي، معايا شيكابالا، معاك لعيبه كبيره جدا. انا مش شايف ان احنا وحشين جدا جدا. كنت متوقع فوز اكبر من كده قبل الماتش؟ لا طبعا، فرقه طنطا فرقه بتلعب كره محترمه جدا بامانه، يعني بصراحه فرقه محترمه جدا، بيلعبوا 10 لعيبه وكان ممكن يتعادلوا مع الزمالك ويكسبوا كمان. لو هي لو في عدل الكره الزمالك النهارده ما يكسبش اساسا. اكيد ناس زعلانه من اداء الفريق امام طنطا، خصوصا ان الزمالك داخل على ماتشات تقيله، داخل على ماتش الاسماعيلي وهي مباراه كبيره وقويه جدا يوم الثلاث اللي جاي. طيب نروح لتليفوناتنا، ما زال التليفونات مستمره معانا لغايه 3:30 يا جماعه، عندنا وقت كبير جدا لكل مشاهدينا المحترمين. مين معانا على التليفون؟ مين فصل؟ طيب حطوا لنا التليفونات على الشاشه، اللي حابب يتواصل معانا من خلال التليفونات اللي موجوده على الشاشه. زي ما قلت لكم الاداء سيء، انت مع اداء سيء وفوز، ولا بتفضل الاداء اكتر من الفوز؟ يعني الفتره اللي فاتت يعني معظم الفرق لا تؤدي بما فيه منتخب مصر ولكن تفوز بالثلاث نقاط. هل توقف الدوري 12 يوم يفرق؟ هل انت مع فكرة الموضة الايام دي اللي هي الروتيشن او التدوير اللعيبة، يعني انت معاها؟ يعني طيب في اوروبا ما بيبقى عندك بتلعب في الشامبيونز ليج او في اليوروبا ليج او في كاس انجلترا او مش عارف كاس رابطة المحترفين او الدوري، في لعيبة بتلعب في الدوري بتلعب في الكاس، حارس يلعب هنا ما يلعبش هنا. لكن الزمالك دلوقتي مثلا بيلعب في بطولة واحدة، في لعيبه بقالها 12 يوم رايحه، زي مثلا الونش. انت ان تثبت الفريق ولا الزمالك عنده مجموعه من اللعيبه اللي ممكن يعني يلعبوا كل المباريات او يغيروا فرقتين، يعني 11 يلعبوا 11 يلعبوا ماتش تاني؟ يعني انت شايف ايه؟ مين معنا؟ مين؟ هشام من القليوبيه، اتفضل يا هشام. ازيك يا كابتن خالد؟ الحمد لله يا هشام، اتفضل يا حبيبي. عامل ايه يا كابتن؟ نور الشاشه والله. ربنا يخليك يا هشام، اتفضل. والله يا كابتن انا عايز اتكلم معاك، بس اولا في سوء اداء نادي الزمالك انا شايف ان ليه سببين. السبب الاكبر العيله مش المدرب. الناس كلها اتصلت قالت لك المدرب. لا يا كابتن خالد، انا شايف ان الكابتن مؤمن سليمان له دور، ولكن انا شايف ان اللعيبه عليها الدور الاكبر. اللعيبه سيئه. في لعيبه في نادي الزمالك، انا شايف النهارده الاداء اللي ادى كان الشناوي رغم الكوره القليله اللي جات له، كان واحد زي لونجا تمام ادى ماشي، شايف برضه حفني ادى تمام، باقي الفريق انا شايف ان مستوى سيء. ممكن يكون بقى توقف الدوري، في لعيبه راجعه من اصابه، الله اعلم. دي اللي انا بتكلم فيه، بس انا شايف. وعلى فكره يا كابتن خالد، انا ارجع اقول لك مع احترام شيكابالا، مش شايف ان له دور في الزمالك. ملوش حد ضربه جزاء، ملوش دور في الزمالك. هو بقى يزيد بقى شويه، يتأمن عليه شويه، يتجهز شويه، انما مش كده دور في الزمالك. هنلعب نصير واحد اول ماتش يا كابتن خالد، بنلعب نصير لعب بصراحه، يعني ملوش دور في نص الملعب. معروف نصير لو كان مكانه كان ضرب في نص الملعب شويه. النقطه الثانيه، الكابتن مؤمن سليمان بيتكلم في التدوير يا كابتن خالد. بتتكلم في تدوير وانت في الاسبوع الخامس. تدوير ايه يا كابتن خالد؟ انت في الاسبوع الخامس يا جماعه.
تدوير تدوير ايه ده كل ماتش بيخسر 6 لعيبه يا كابتن خالد وانت في الاسبوع الخامس ده خمس ماتش للزمالك تدوير ايه؟ امال بعد 15 20 ماتش اللعيبه دي هتعمل ايه؟ هتقعد ونجيب لها 30 لعيب جداد يكملوا الموسم في تدوير؟ تدوير ده بره يا كابتن خالد بعد 30 ماتش بس يا هشام هشام بس عشان نكون بالراحه كده دلوقتي الزمالك زي ما تقول خمس ماتشات بس هو عنده 29 لاعب وداخل على ثلاث ماتشات تقال وفي لعيبه لسه جايه من المنتخب هل في السردباكات في ماتشات هل طنطا بتهاجم يعني يبقى يعني لو علي جبر لعب او شوقي السعيد فالدنيا يعني يعني التدوير ده عادي في الحته دي عادي يعني لكن انت ما تقول لعيبه مؤثره طب ما استنلي بيلعب ما ايمن حفني بيلعب ما احمد جعفر هو اللي كسب الزمالك في المصري بيلعب مع نصف بيلعب مع حسني فتحي بيلعب مع دونجا نجم النجوم بيلعب مع احمد توفيق احد اللعيبه الاساسيين بيلعب يعني ايه ما هو كله بيلعب لا يا كابتن خالد طب معلش انت بتقول انت بتقول لي شيكابالا ملوش دور طب عايز اقول لك ان ستانلي زي الزفت النهارده ما انا عارف انا معاك يا ستانلي يعني ستانلي بقى اللي هو ظهر في ماتش الوداد 5-2 وماتش سان داونز هنا وحش جدا 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 النهارده ولسه راجع فممكن يديله العذر ولكن في نقطة مهمة جدا يا كابتن خالد عايز اقول لك عليها انت عارف ان الفريق كله الفريق التيم كله يعتبر تيم ورك من اول الدفاع لغايه الهجوم انت النهارده كنت مش منافس قوي مش هيهاجمك بس لو غير في الاثنين السد باكات وتغير في نص الملعب انت ما فيش تجانب طب اقول لك حاجه فاكر الزمالك خد الدوري سنه امتى اخر مره 2014 مين اللي كان ماسك في بدايه الموسم بدا بحسام حسن وبعد كده جه باتشيكو طب ما بدا محسام حسن حسام حسن اتعادل كام ماتش حسام اتعادل 3 ماتشات اتعادل ماتشين والكابتن محمد صلاح اتعادل ماتش ثالث مع دجله تمام يبقى كابتن حسام اتعادل ماتشين ورغم كده الزمالك خد الدوري صح؟ ايوه طيب يعني في والمستوى ابتدى يعلى بس على فكره يا كابتن خالد احلى ماتشين لعبتهم في الدوري والماتشين انت لعبت فيهم مع الشرطه ومع الداخليه صحيح احلى مباراتين عملتهم في الموسم كله طيب مع مؤمن برضو السنه دي السموحه وامبي احلى ماتشين لغايه دلوقتي انا ما بلومش على كابتن مؤمن سليمان انا بتكلم في نقطه واحده بس ان تدوير انا شايف اني لسه بدري شويه طيب عليه هشام بكره اتخذ قرار برحيل مؤمن من هو المدرب الذي يصلح حاليا لتدريب نادي الزمالك غير حسام حسن لانه متولي مسؤوليه تدريب يا كابتن خالد احنا جبنا كل المدربين اللي ممكن يسيبوا الزمالك تمام هو مش بقى عاوز كده ممكن كابتن تريح عشان لسه ما خدش فرصه نجيبه بقى ياخد فرصه ونجرب وبعد كده نشوف ربنا يحصل ايه كله خد فرصه تمام اشكرك جدا هشام عايز اقول بس معلومه ومش لازم اذكر مين يعني انت احمد توفيق النهارده دخل بقوه جدا وقال ان انا كل انديه مصر عايزاني وبتاع انتوا عارفين ان احمد توفيق اخوه اكرم لسه منتقل للنادي الاهلي واكيد اكرم بيقابله يعني واكيد حد في النادي الاهلي بيقول لاكرم كلم احمد مثلا المعلومات اللي جايه لنا ان النادي الاهلي عايز احمد توفيق وان اكرم بيوصل له ده وان احمد توفيق عنده ثقه في ان فعلا انديه كتيره جدا عايزاه من ضمنهم النادي الاهلي. احمد توفيق مازال عقده مستمر مع الزمالك للسنه الجايه. لكن هل الزمالك سيمانع في بيع احمد توفيق لو جاله عرض؟ الزمالك ما مانعش في لعيبه كبيره قوي مهاريا زي كهربا، زي عبد الشافي، يعني زي حازم امام مشي وراح الاتحاد السكندري هو لعيب مهم جدا في الفرقه حازم امام وكان كابتن الفريق. فاحمد توفيق من الواضح جدا كده ان هيكون شهر العسل انتهى وهو عارف يعني هو برضو هو داخل لان قيل وعرفت برضو ان هو قال ان اخوه اللي قال له والحقيقه ان مش اخوه اللي قال له واحد صاحبه اللي قال له وانه يخش بالقوه دي ويرد على رئيس النادي رغم ان رئيس النادي ما قالش عليه حاجه وحشه رئيس النادي قال عليه بعد ما دخل قال كلام لا يليق يعني انه يقوله لكن احمد بيخش بالثقه دي والقوه دي جاي له فلوس كويسه جيله عرض مالي كويس حد بيلعب في دماغه اخوه بيلعب في الاهلي اكيد بيكلمه عادي يعني فاحمد توفيق يكون صريح مع نفسه والزمالك ياخد قرار احمد توفيق باقي ولا مش باقي هل مجرد ان هو تحدى رئيس النادي فرئيس النادي هيركنه على جنب بامر من رئيس النادي من سمح لاحمد توفيق انه يخش مش المفروض اللعيبه ممنوعه انها تعمل مداخلات الا باذن مدير الكوره كل ده هنشوفه الايام اللي جايه احمد توفيق عايز يمشي يجيب عرض ويمشي
يعني ده الكلام اللي بيتقال جوه مجلس الإدارة. لكن أنا بصراحة لغاية دلوقتي مش فاهم أي حاجة من اللي بيحصل. كل ده بيحصل ليه والزمالك كسب 1-0 طنطا يعني والمنافس القوي الأقوى اللي بينافس الزمالك هو الأهلي اللي كسب برضو طنطا بضرب الجزاء وكان برضو أداءه مش كويس. طيب على العموم نشوف الدنيا رايحة لفين، لأن بصراحة المشاكل كترت. وأنا شخصيا كنت سعيد جدا بفوز مصر على غانا عشان روح الوطنية بقى والتعصب يقل واللعيبة تهدى ونبتدي نفكر في منتخب بلدنا، وإحنا داخلين كمان على بطولة الأمم الأفريقية في الجابون. وعلى فكرة تم الاتفاق مع المنتخب التونسي إن شاء الله إن إحنا هنلعب في مصر لإلا في استاد الجيش برج العرب مع تونس، لإلا هنلعب في أسوان مباراة ودية مع تونس يوم 6 يناير قبل ما نتوجه للجابون إن شاء الله في نص يعني بعد العشر أيام من 11-12 يناير، لأن ماتشنا الأولاني هيكون مع مالي يوم 17 يناير بإذن الله. فيعني نفسي الدنيا تهدى كده ونبتدي ناخد الدوري كنوع من الاستعداد القوي لمنتخب بلدنا، وإن هو يفرز لعيبة قادرة على تمثيل البلد ويرجع لعيبة لمستواها، نجوم زي عبد الله السعيد زي محمد إبراهيم يرجع مرة أخرى لمستواه، لعيب مهم جدا أيمن حفني يرجع، حسام باولو يهدف، يعني أحمد الشيخ يبقى له فرصة الفترة اللي جاية هداف الدوري العام المصري حتى الآن. محمد من اسكندرية، اتفضل يا محمد. يا محمد ايوه اتفضل يا محمد اتفضل حبيبي. معلش بس كابتن خالد، بغض النظر عن مؤمن سليمان دلوقتي، انت دورك كلاعب فين؟ يعني انت دورك كلاعب فين؟ ولا جمله ولا اي حاجه، المفروض كنت ليك دور في الملعب كلاعب. وانا شايف ان سياسه التدوير دي مش هينفع خالص في اول 5 أسابيع في الدوري. واللعيبه لازم تاخد على بعض اكتر ويكون في فرقه اساسيه بتلعب. صحيح، طالما انت في لعيبه لم تندمج مع بعض ولعيبه جايه كتير جديده، فالمفروض ان هم يلعبوا كتير مع بعض، خصوصا ان معظم اللعيبه راحت المنتخب واللي راح المنتخب العسكري ولسه ما لعبوش مع بعض كتير. بالظبط، وبعدين انا شايف ان في لعيبه كتير قوي متاثره بافريقيا زي ايمن حفني وشيكابالا عشان سنهم كبير، حاسس ان هم مخضوضين قوي من افريقيا من ماتش النهائي. بس وانا شايف ان لو الاستاذ مصطفى منصور عايز يمشي مؤمن سليمان، انسب واحد يبقى موجود دلوقتي ايهاب جلال، مدرب كويس كورته كويسه جدا. تمام، بس ايهاب جلال ممكن كشخصيه ما تركبش مع المستشار مرتضى، يعني برضو ايهاب بيحب يشتغل بهدوء. كمان ايهاب جلال مش من الشخصيات اللي تقدر تحكم عليها مع نادي جماهيري، يعني هو نجح مع المقص وهو نادي مش جماهيري، نادي شركه اي نعم بيتبع لمحافظه الفيوم، لكن نادي مفيش تعصب جماهيري اتجاهه يعني، وبالتالي الضغوط العصبيه اللي بيتعرض لها مدير فني بيدرب نادي في قيمه الزمالك ما تقدرش تحكم. بالظبط كده زي اللعيب اللي بيتالق في نادي ويبقى هداف ويجي نادي كبير ما يثبتش وجوده يعني. وانا بس شايف يا كابتن خالد ان الاعلام بس يسيب شويه الزمالك في حاله، لان الاهلي لعب طنطا بنفس الاداء وكانت ضربه الجزاء بتاعت علي معلول كانت وحشه جدا. ومحدش اتكلم وقالوا ده لسه في بدايه الدوري ولسه اللعيبه كانت طالعه ماتش الاتحاد، فانا شايف ان الاعلام شويه يسيب الزمالك، مش ده يدخل ده تمام. وحتى المسؤولين في الزمالك يهدوا شويه، ما يقعدوش يعملوا مداخلات كتيره في التليفون. مين معنا؟ حموده من اسيوط، اتفضل يا حموده. عليكم يا كابتن خالد. ازيك يا حمود؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك حموده مناع من اسيوط درونكا. اهلا بيك يا حمود، اتفضل حبيبي. انا عملت معاك مداخله بعد ماتش المصري، قلت لك انا طفيت التلفزيون بسبب ماتش المصري والزمالك. تمام. فالنهارده يعني كانت هتتكرر نفس الماساه اللي انا عشتها في ماتش المصري والزمالك. يا ريت يعني الكابتن مؤمن سليمان يا ريت يعني يستقيل منع من الاحراج ليه، يعني لو في شويه قاعدين يعني ايه، يا ريت يستقيل كده من نفسه ان احنا جبناه تاني ورجعناه للزمالك، وقلنا يمكن يثبت، فمش باين ان هو يثبت يعني خالص. تمام يا حمود. مش باين ان يثبت للعب خالص لينا،
ومعلومة تاني بعد إذنك من برنامج سيادتك اللي كلها الناس بتشوفه يعني. قبل كده أنا كلمتك بسبب مراكز الشباب في أسيوط درونكا، يعني أنا نفسي ألاقي مركز الشباب في درونكا أودي فيه ابني. يا ريت من يا رب وزير الشباب يكون سمعك، هو بيسهر على فكرة، يا رب يكون سمعك. بشكرك يا حمودة. طب بمناسبة حمودة، الأهلي قرر أنه ما يجيبش راس حربة في يناير لأن في مكان واحد بس، ويجيب صانع ألعاب. والكلام أن في مفاوضات قوية جدا مع أحمد حمودي لاعب سموحة وبازل والزمالك السابق والباطن حاليا، خصوصا بعد رحيل مديره الفني كابتن عادل عبد الرحمن. في مفاوضات قوية أن أحمد حمودي ممكن يكون هو صانع الألعاب اللي يجي النادي الأهلي في يناير بإذن الله. مين معنا؟ علي من القاهرة، تفضل يا أستاذ علي. الو الو يا كابتن خالد، ازيك يا استاذ علي؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ازيك عامل ايه؟ اتفضل حبيبي اتفضل. دايما معاك كده ودايما متالق ربنا يخليك يا استاذ علي، اخبارك ايه؟ يخليك. انا عندي بس ملحوظتين. اتفضل. بالنسبه لمباراه الاسماعيلي والمصري، على فكره المباراه اخلاقيا او سلوكيا كانت من احسن المباريات في الدوري. الاثنين اللعيبه الفرقتين كانوا بيحافظوا على بعض جدا، حتى المباراه كان فيها انذار وحيد. صحيح. بالنسبه للهدف المصري، لان في احد برضو المواقع حضرتك انت لمحت حتى في بدايه الكلام يعني في كابتن، هي نزلت على فكره على كل مواقع مصر البتاع نزلت موقع بعض المواقع. كابتن حسام على فكره ما حدش خد باله انطرد قبل الهدف، او كان خارج يعني الحكم خرجه على الاعتراض على ضربه الجزاء اللي هي كانت قبل الهدف بربع ساعه، كان في المدرج. يعني كابتن حسام وقت احراز الهدف كان في المدرج. فهمت يعني انت يعني بالعربي كده بنقول ان الناس اللي بتقارن بين حسام حسن اللي اعترض على هدف التعادل اللي مانويل جوزيه قال كان قاعد في الملعب وقال للعيب بتاعه العب والحكم قال العب، وراح طبعا لاعب الاهلي المحترف احرز هدف التعادل وعاشور ادهم قاعد على الارض، بيقولوا ان حسام حسن ليه المره دي ما اعترضش؟ لا، كان حسام حسن قاعد في المدرجات مطرود وما كانش موجود في الملعب زي ما كان موجود في ماتش مانويل جوزيه. هو انطرد يمكن ما حدش خد باله، الحكم راح له ساعه الاعتراض قال اتفضل يا كابتن، الكابتن خرج في نفس اللحظه على طول على المدرج في نفس. تمام. هو طرده ليه بقى؟ بسبب ضربه الجزاء. كابتن بيقول له يعني كابتن حسام بيقول له يا عم حرام عليك وبتاع. لا والله هي كلمه يا عم، وحتى يعني ممكن تجيبوا الحكم وتسالوه يعني بس. تمام. يعني حتى قال له كابتن اتفضل بعد اذنك، قال له حاضر. ده اللي هيروح هو اتعود. حسام حسن اتعود اي حاجه زياده حتى هيقول لك ايه ده اعترض ده قال وبتاع، فهو عارف ان في يعني في احساس بالتربص على فكره. يعني ما علينا، يعني في مدربين على فكره بيتلفظوا جوه يعني من ديقهم بيقولوا كلام صعب جدا، بس يعني هو بيبقى برضو الحكم بيعلى لما يطرد نجم كبير حسام او اي حد غير حسام بيتسمع وكده. دي حاجه. موضوع تاني برضو كنت عاوز على فكره برضو الكوره ديت، الكوره كانت بره الملعب، يعني الكوره كانت كورنر. يعني لو كره جوه الملعب ولاعيبه امتنعت انها تخرجها ولاعيب مصاب نلوم اللعيبه ونلوم الجهاز نلوم، لكن اللعيبه كانت الكره كانت كورنر. يعني الحكم كان في ايده، الحكم لوحده في ايده يوقف اللعب، يعني هو يمنع هيجي الله زمان يوقف على الكره تتمنع لغايه ما اللاعب يتعالج. ده لو الحكم ده كان من وجهه نظره ان اللعيب المفروض يتعالج. بس دي لو قلنا في خطا فهو خطا الحكم بعيد عن الاجهزه وبعيد عن اللعيبه بصراحه، ولان اللعيبه كان في جو. بس خد بالك برضو ايام مانويل جوزيه الحكم قال للعيب العب والنفس. ما انا بقول للحكم هنا ده هو الجهاز جري زق الكوره للعيب. لا كمان وجزير ده المان وجزير بس اللعيب قال له العب برضه، يعني الحكم لو عايز يوقف اللعبه كانت الكوره اوت. الكورنر بالذات انت عارف يا كابتن. تمام. لو حاجه الكورنر الحكم. طيب النقطه الثانيه يا استاذ علي. النقطه الثانيه انا عاوز اقول حاجه بقى. احد ضابط اعلاميين كان طلع واتكلم على شركه ان دي بتسرق المال العام، وان وفي ومعاه ما يثبت ان في نهب للمال العام والدنيا قامت وقوم الدنيا، ان في يعني ان هو عنده مستندات ان في ان اتحاد الكوره مع شركه الراعيه في نهب للمال العام. وقامت اتحاد الكوره والاستاذ هاني بوريدا رفعوا، المفروض ان هم رفعوا دعوه على هذا الاعلامي، وانه ونزلوا بيان ان هم ممنوع يعني منعوه او نهوا التعاقد معاه ان يقود استوديو النيل للرياضه. اتفاجئنا بيه النهارده في النيل الرياضه. نفس الاخ اللي كان بيقول ان الناس دي حراميه توقف خالص على ان يتكلم عن موضوع السرقات اللي هو كان بيقول عليها. طب لو كان في سرقات اتحلت؟ يعني السرقات رجعت؟ المال العام رجع للدوله؟ لا لا لا، هو ماتش مصر وغانا خلص خلاص. لا قال لا، غير مباراه مصر وغانا، هو كان بيتكلم اصلا ان في 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 يعني ان الشركه دي بتعتبر في سرقه المال العام، يعني بيتكلم وعنده مستندات غير مباراه مصر وغانا، كان بيتكلم على الرعايه وبيتكلم على حاجات كتير. برضه هقول لك تاني وركز في كلامي. مباراه مصر وغانا خلصت خلاص.
تمام خلصت خلاص الدنيا هتسكت وهيرجع تاني في النيل يعني طب واحنا دلوقتي قدامنا قضيه سرقه مال عام اتقال قدام العالم كله لا اما الناس دي يطلعوا فعلا ناس نظيفه وياخدوا حقهم قدامنا لان هنا دلوقتي الراجل ده بيقول على نفسه هو المذيع الرياضي الاول في الوطن العربي كله المفروض ما يطلع قدام الراي العام بيقول الناس دي في سرقه مال عام بيكون قد كلمته هو دلوقتي على فكره على فكره استاذ علي هذا الاعلامي مش هيفتح الموضوع تاني طب ما احنا عارفين هو فتحه ما خلاص ما الدنيا بتتطبطب انا بقول لك كلمه واحده مش هيفتح الموضوع تاني ما احنا عارفين ايه اللي حصل وخلاص وحده وفي وصلى على النبي ماشي اشكرك يا استاذ علي بشكرك جدا منير من القاهره اتفضل يا منير صباح الخير يا كابتن خير صباح الفل يا منير طبعا النهارده انا زملكاوي اولا بس بقول لفريق طنطا النهارده هارد لك بصراحه الزمالك وحش جدا 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 صحيح وانا في رايي ان الزمالك وحش اللعيبه مش حابه بعض يا كابتن خالد شكلهم النهارده في الملعب مش حابين بعض او يمكن مش حابين كابتن مؤمن سليمان وبعد ما مشي ورجع تاني الله اعلم بقى يعني ان بعض اظن اسم في مؤامره لكابتن مؤمن يجي وحاسس ان اللعيبه الجديده اللي في الزمالك مش منسجمه او القدام كرهنهم انا عايز اقول حاجه بس يا جماعه هو ممكن الزمالك يعني مثلا يكسب يعني مثلا الزمالك كسب وعمل ماتش وحش ومش قوي يعني ماتش النصر التعدين فاكر في بدايه اول ماتش معاك ما كانش وضايع ضربتين جزاء وما اعرفش جاب جونين يعني فاهم عادي الاداء اللي هو اقل من المتوسط يعني لكن هي القصه ان ما فيش اداء خالص ماتش المصري وتقال المصري وحسام حسن وفرقه تقيله طيب اقول لما جه النهارده طنطا ما فيش اداء خالص فالناس هي مصدومه بس هو ماتش النصر للتعديل يعني كانت ظروفنا ايامها عشان النهائي الافريقي واللعيبه عايز يبقى محرصه على رجليها وكره حمراء كره شاطئيه وكره خفيفه ماتش المصري يعني انا شايف ان كابتن حسام حسن عنده سرعات كبيره في الفريق وكان صعب على كابتن مؤمن انه يفتح الخطوط قدامه لان الفريق المصري كان ممكن يخطف في اي لحظه بالسرعات بتاعته بس عايز اقول لك حاجه بقى عايز اقول لك حاجه اتفضل ان المصري انا اتفرجت على الاسماعيلي ما عملش نص اللي عمله قدام الزمالك ما حضرتك في ماتش الاسماعيلي الفرق دي قدام الاهلي والزمالك تبقى حاجه تانية يعني انا بتكلم بقى لان مصري انا عنده لعيبه كويسه وحسام حسن مقصر فيهم جامد بس مستوى لا مستوى المصري امام الاسماعيلي ما يجيش 40% من مستواه امام الزمالك بالظبط معاك بس زي ما حضرتك قلت اللعيبه دي في لعيبه بتبقى قدام الاهلي والزمالك بيبقى بالنسبه لهم ماتش شو يعني للشهره تمام فانا شايف حضرتك ان الفرقه فيها حاجه غلط جوه بين اللعيبه وبين بعضها ولازم مستشار مرتضى منصور يقعد معاهم يدي الثقه لكابتن مؤمن واللي عايز يمشي يا جماعه يلا مع السلامه تمام بشكرك جدا انا عايز اقول بس ان انا برضو قابلت امبارح مصطفى فتحي في الجيم انا بروح العب جيم وهو كان بيروح يعمل العلاج هناك مع الدكتور حسام الابروشي وهو بيطلع تاشيره المانيا هيسافر يوم الاحد لو طلعت هيسافر الاثنين او الثلاث يعني بعد بكره او يوم الثلاث بكتير قوي هيكشف هناك وهو قال ان هو ابتدى الوجع يروح من عنده يعني وان بنسبه كبيره ان شاء الله ما يكونش عنده غضروف يعني وان هو عنده امل كبير جدا ان هو يرجع تاني يلعب مع الزمالك ويرجع يبقى متواجد مع منتخب مصر وان المدير الفني والكابتن محمود فايز بيكلموه على طول وبيطمنوا عليه لانه احد العناصر الاساسيه ل طبعا منتخب مصر. طيب مين معايا؟ محمود من الجيزه اتفضل يا محمود. وعليكم. ازيك يا محمود عامل ايه يا حبيبي اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا كابتن خالد. اتفضل يا محمود. عايز اتكلم في ثلاث نقط يا كابتن خالد. ارجو من المسؤولين في نادي الزمالك الهدوء المتمثلين في شخصيه المستشار مرتضى منصور. تمام. لان ده بينعكس على الجمهور او بينعكس علينا احنا ان احنا النهارده بدل ما نفكر مثلا احنا عندنا كام نقطه قاعدين بنتكلم الزمالك ومشاكل الزمالك، يعني احنا بعد الماتش ما خلص انا بعد ماتش الاهلي وطنطا ما خلص ما فيش حاجه حصلت. اما بعد ماتش الزمالك ما انتهى بعدها فتحت ماسوره المشاكل ودايما كل تكه صغيره او كل مشكله صغيره هنلاقي ان هي بتعمل زي بالونه كبيره قوي كده بالونه مشاكل كبيره بالظبط كده فارجو من سياده المستشار احنا بنحبه قوي بس احنا شايفينه وعمل قد ايه نادي الزمالك بس مش عايزينه يعتمد ان ده رصيد ليه
ان هو يعمل اللي هو عاوزه، لا احنا عايزينه يعمل لمصلحه نادي الزمالك، فيه يعمل اللي احنا عاوزينه صح لنادي الزمالك. برضو ليه تعليق صغير على احمد توفيق، ان مفيش لاعب كبير على نادي الزمالك مهما كان رصيده عند الجمهور سواء حلو او وحش، انت ما انت لاعب كبير عشان انت موجود جوه الزمالك. مش لاعب كبير عشان ده عايزك وده عايزك وده عايزك، ما الانديه دي عايزاك عشان انت اشتهرت من خلال نادي الزمالك. انا عايز اقول له، انا عايز اقول له بس يعني انا شخصيا بحبه جدا كلاعب، انا عارف كويس قوي ان مصطفى مرتضى منصور كان هو عنده مشكله مع المنتخب العسكري، فاكر ما كانش بيلعب فتره كبيره جدا مع نادي الزمالك ومستشار حلها يعني. لكن عايز اقول ان احمد توفيق يعني فكره ان هو يخش وواحد يقول له من غير ما يسمع، هل هو عنده حاجه في دماغه يعني؟ اكيد يا كابتن، لانه مش طبيعي انه يخش يرد على رئيس نادي الزمالك وهو رئيس نادي الزمالك ما قطعش فيه ولا قال حاجه. يعني هو قال انا ما كنتش عارف احمد توفيق بيلعب النهارده مثلا، فممكن ده يكون تقطيع في المدير الفني مش في احمد توفيق. يعني هو احمد توفيق كان وحش النهارده، يعني ما قالش حاجه، مع احمد توفيق ما عندوش فكره واحمد توفيق ده مش عارف بيلعب، يعني ما قالش حاجه. فما يجي يخش ويرد ويقول انا عندي عروض كتيره وانا ولو مش مشوني، يعني كلام برضو. يا كابتن خالد احمد توفيق اكتر من اكتر الناس اللي على درايه بشخصيه الاستشاري مرتضى منصور، وقعد معاه بدل المره 100 مره، وعارف هو بيتكلم ازاي وبيهزر ازاي وبيضحك ازاي، وده ما هو الانفعال بعد ماتش، بس ده اكيد في حاجه في ايده عشان كده بيتكلم بالطريقه دي. انا عايز اقول له بس حاجه واحده، نادي الزمالك هو اللي عملك، نادي الزمالك هو وصلك ان انت تتكلم بالثقه دي. برده حتى لو مشيت من نادي الزمالك هتمشي غير مأسوف عليك، وشوف كل اللي مشي وحصل لهم ايه. تمام، انا بشكرك جدا وانا اتفق معاك تماما. اتمنى يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى كل لعيب ربنا بيديله، أنا مش بتكلم على أحمد توفيق، بتكلم على أي لعيب حتى في منتخب مصر، حتى في أي أندية. أنت كنت في حتة وربنا إداك بمجهودك وبتعبك وبقيمة النادي اللي أنت بتلعب فيه. أوعى تتغير، لما تكبر أوعى تتغير، لأن دايماً اللي بيفضل للعيب الكورة مش الفلوس. اللي بيفضل لعيب الكورة حب الناس ليه. خصوصاً بيعشقوا اللاعب المنتمي. اللي بيحب الفانيلا بجد بيعشقه، جمهور بيعشق اللاعب المنتمي وبيفضل شايله. يعني شيكابالا بعيد شوية، عماد متعب بعيد شويتين، بس يبقى عماد متعب هو معشوق جماهير النادي الأهلي لانتمائه وحبه للفانيلا الحمراء ولعطائه ولتمسكه بناديه. نفس القصة لشيكابالا، معشوق جماهير الزمالك لأنه في وقت من الأوقات كان هو المتنفس الوحيد في ظل غياب البطولات، كان هو الممتع. جمهور الزمالك لا يستمتع ببطولة ولا دوري ولا أفريقيا، لا يستمتع بفوز على الأهلي لسنوات طويلة، ولكن دائما كان يستمتع بشيكابالا. هو اللي بيمتع جمهور الزمالك في ظل غياب الاستقرار ومجالس الإدارات والمادة وكل حاجة. فكانت متعة جمهور الزمالك شيكابالا، وشيكابالا تمسك في أكثر من موقف بنادي الزمالك، عشان كده جمهور الزمالك بيعشق شيكابالا لانتمائه وحبه للفانيلا البيضاء، وبيغفر له بعض الأحيان الغلط وبيغفر له بعض الأحيان البعد عن المستوى المطلوب. مين معنا؟ أحمد من إسماعيلية، اتفضل يا أبو حميد. مساء الخير يا كابتن بندق. مساء الخير يا أبو حميد، وطالما اتكلمت على قيمة شيكابالا وعماد متعب، عايز اتكلم برضو على قيمة حسني عبد ربه. يعني حسني عبد ربه عمل صليب 2 و3 وبعد عن مستواه، والماتش اللي فات هو احد اهم اسباب احراز هدف الاسماعيلي في مرمى المصري لولا الروح والقلب. يعني واحد كان احسن لعيب في افريقيا 2008. برضو قيمة حسني عبد ربه هي قيمة انتمائه للنادي الاسماعيلي والفانيلا الصفراء، عشان كده معشوق النادي الاسماعيلي، هو ده الانتماء الحقيقي اللي احنا بنبحث عنه. اتفضل يا احمد. دي حقيقه كابتن بندق، يعني اتفضل. حسني عبد ربه في اسماعيليه يعتبر رمز من الرموز، زي كابتن رضا وزي كابتن شحته، فهو بالنسبه لنا رمز للراجل اللي اتمسك بينا رغم كان في مغريات كتير. اولا انا اسماعيلاوي، اسماعيلاوي مشجعين درجه ثالثه، تمام، اسماعيلاوي صميم، وانت عارف بطبع الاسماعيلاويه ثاني فرقه بنشوفها وبنحبها طبعا هي فرقه الزمالك. كورتها الحلوه، احنا في بيننا وبين الزملكاويه كده كيميا، يعني احنا بنحب الزمالك جدا، ولو ما بشجعش فرقتي او لو فرقتي مش ماشيه كويس دايما بتفرج على ماتشات الزمالك مش على اي نادي تاني.
فطبعا انا زعلان من اللي حصل النهارده، او الاسماعيلاويه ممكن يكونوا وانا واحد منهم يعني زعلانين، ان احنا بنشوف نفس السيناريو اللي اتعمل بين ميدو وحسني عبد ربه بيتكرر النهارده بين المستشار مرتضى منصور والكابتن احمد توفيق، يكاد يكون في نفس القناه او في نفس البرنامج. فانا شايف الزمالك كفرقه، فرقه كبيره جدا، فرقه محترمه في بدل البديل واحد واثنين وثلاثه. شايف الدنيا بقى في سبوت جامد قوي، ازاي نعمل مشاكل للزمالك عشان الزمالك يتعطل. واعتابي على سياده المستشار مرتضى منصور اللي احنا كلنا بنحبه سواء اسماعيلاويه او زملكاويه، ويمكن في فتره من الفترات تمنيت انه يبقى عندنا مرتضى منصور في اسماعيليه عشان يعمل لنا اللي عمله في الزمالك. بس احيانا كتير، وردا على احمد توفيق برضه لما قال محمود طاهر ما بيتدخلش، انا مرتضى منصور بيفهم كوره، راجل مشجع وتحس ان هو بيفهم فنيات شويه، فهو للاسف من حبه او من شايف ان الفرقه ماشيه وحشه بيتدخل في توقيت انا شايفه ما بقاش مناسب. يعني في خلل، شايفين الزمالك مش حلو، بس في ان احنا بنقعد مع المدير الفني ونتكلم معاه زي بنقول في الغرف المغلقه كده، لكن ما يبقاش الموضوع مشاعر، لان في ناس كتيره قوي بتتصايد هذا الكلام عشان نوقع عشان على فكره. عايز اقول لك حاجه، يعني مين الرئيس التاريخي للنادي الاهلي؟ حسن حمدي او صالح سليم. صالح سليم مشى طاهر ابو زيد ورابيع ياسين ومحمود صالح وعلاء ميهوب، وكان ومشى حسام حسن وابراهيم حسن، يعني كان بقرار منه. وحسام حسن بعديها تالق بصوره كبيره جدا. يعني قصدي ايه، في بعض الاحيان رؤساء الانديه بيتدخلوا. فضل. طبعا انا ما بقولش ان هو ما يتدخلش، يتدخل بس لا، انا قصدي على اساس ان مثلا مهندس محمود طاهر لا يتدخل. مهندس محمود طاهر مش لعيب كوره، ليس له علاقه بكره القدم، نفس القصه بين مرتضى منصور، لكن قصدي صالح سليم كان لعيب كوره وكان بيتدخل. يعني برضه انا معاك في الرؤيه، يعني محمود طاهر فنيا، مرتضى منصور بيفهم كوره، يعني حتى يقول لك طب ليه ده لعب ده ما اتغيرش، الكلام ده راجل بيفهم كوره، يعني تحس ان هو كان لعيب كوره. لكن كنت اتمنى يعني من حب للزمالك طبعا بعد فرقتي نادي الاسماعيلي ان هو الكلام ده يبقى ما يبقاش في الاعلام عشان الناس. صحيح تطير. صحيح صحيح، وانا اتفق معاك تماما ان الـ وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحه، لعيبه الزمالك مضغوطه بسبب المستشار مرتضى منصور، وما يقدروش يقولوا الكلام ده على الهواء. الزمالك عندها مع احترام للكابتن مؤمن، لعيبه الزمالك كفنيات ممكن تلعب من غير مدرب، بس يشال من عليها الضغط النفسي. في لعيب الكوره يا كابتن، لعيبه الزمالك الفرقه اللي موجوده في الزمالك دلوقتي لعيب الكوره. صحيح. وكابتن مؤمن سليمان انا يعني برضه بشفق عليه او بعذره، لا الناس بتهاجم، الراجل يعني كان ماشي كويس مش ماشي وحش، والنهارده بيكسب ما بيخسرش يا كابتن. بالظبط. الزمالك كسبان. يعني انا قصدي بص، ردود الافعال ما بعد مباراه طنطا وتوليع الدنيا كده ما لهاش معنى، يعني فاهم؟ يعني ماتش سيء والزمالك لعب ماتش سيء وطنطا موتوا نفسهم والزمالك كسب وخلصت القصه وخلصت الحكايه، وبصوا على الماتش الاسماعيلي اللي جاي خلاص. بالظبط. يعني على قد ما هو مضايقني على قد هو انا شايفه في مصلحه الاسماعيلي. احنا الماتش الجاي كمان ثلاث ايام، فطبعا الدربكه دي حلوه. انا بتمنى ان الزمالك، احنا بعيد كفريق الاسماعيلي بعيد السنه دي، اتمنى السنه احنا السنه الجايه ان شاء الله ننافس ونبقى. انتوا معاكم رئيس نادي محترم كمان الاستاذ ابراهيم عثمان، مهندس ابراهيم عثمان، واعتقد هيعملوا فرقه حلوه قوي السنه الجايه ان شاء الله. بالظبط. لكن انا كاسمع علي واتمنى ان الزمالك السنه دي ياخد الدوري وربنا يوفقك. بشكرك يا احمد، بشكرك يا احمد، اشكرك جدا. معايا رجب من الاقصر، ازيك يا رجب؟ ازيك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ لسه زعلان من الاداء؟ الحمد لله. بقول لك يا كابتن خالد، اتفضل. تحياتي ليك وتحياتي لاحسن فريق اعداد اللي انت مصهرهم بصراحه عشان يسعدوا الجمهور. والله ربنا يخليك يا رجب، ربنا يبارك فيك يا كابتن خالد. اتفضل. بقول لك يا كابتن خالد، عايز اقول لك حاجه. اتفضل. فين مدرسه الكوره والفن والهندسه؟ صارحني بصراحه، هي غايبة بقالها فترة. خلينا صراحة. بقالها ماتشين، المصري وطنطا. النهارده طلعوا لمعرض قال لك في ضربتين جزاء لطنطا. تمام. متى كان الزمالك زي فريق زي طنطا ولا غير طنطا ولا غير يديني أداء، أنا عاوز أداء. بصراحة بصراحة سيادة المستشار جاب مؤمن سليمان عشان كده مستحمل عيوبه مثلا أو حاجة زي كده. والله 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 من قلبي مش يعني شوف مش شك في مؤمن سليمان ولا حاجه،
مش مدرب الزمالك مؤمن سليمان، عودني يا كابتن خالد احسن فريق واحسن لعيبه في نادي الزمالك واغلى لعيبه في نادي الزمالك. انت عندك ثلاث فرق يا كابتن خالد، ده حتى الادويه والسكر والضغط ما فيش صيدليات عشان انا اروح اجيب لي برسام حد بيع اعصاب اللي يمكن. طب عم رجب شايف مين، شايف مين لو مؤمن مثلا خد قرار استقال او مشي، او وهو زي ما قلت يعني النهارده بكره بعده مؤمن ماشي ماشي يعني، بس ما نعرفش بأنهي نتيجه وامتى يعني لن يكمل الموسم مؤمن سليمان، لكن شايف مين مين اللي ممكن يبقى هو موجود؟ هو ممكن يقعد يا كابتن طارق يحيى. طارق يحيى طارق يحيى ابن نادي بصراحه تمام، بعد كده عنده برضه فكر يا راجل يا كابتن يا واحد اقول ايه بس 90 دقيقه ولا حاطط يدي على قلبي وانا فايز 1-0 ضربه جزاء. صحيح صحيح، فرقه طنطا ليها ضربتين جزاء، خصوصا كمان ان انت مثلا قول الاهلي كان بيلعب في ملعب غزل المحله فبره ملعبه ملعب مش متعود الاجواء لكن انت بتلعب في بيترو سبورت ملعبك. لا يا كابتن خالد لا صراحه يا كابتن خالد الصراحة حلوة يعني فرحني وفرحك. لا يصلح مؤمن سليمان مدرب النادي الزمالك بالمجموعة الهيبة اللي معاه. اشكرك يا رجب، اشكرك يا عم رجب. معانا محمد من السويس، اتفضل يا محمد. ازيك يا كابتن خالد؟ الحمد لله يا محمد، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عشنا والله يا كابتن خالد. ربنا يخليك يا محمد، اتفضل. حضرتك يا كابتن الزمالك في لعيبة مميزة كتير. تمام؟ كابتن المستشار كل ماتش كان وارد ان الزمالك يتعاد، وارد ان هو يتغلب. ايه اللي كان حصل؟ كان يعني كان الدنيا وقعت اكتر، ماتش ولعبه سيء وبتاع. احنا ما عندناش لعب كوره ولا تخطيط ولا اي حاجه في الملعب كده. بس احنا مش احنا عندنا لعيبه واحسن لعيبه في مصر وجايب لعيبه وكابتن المستشار عامل شغل عالي، بس هي ضغط اعصابه واحنا عايزين مدير فني حلو. احنا عايزين مدير فني حلو. وبعدين على فكره يلا كوره يلا كورة كاتبة خبر دلوقتي ان الكابتن شوقي غريب دخل في دائرة المرشحين لتدريب نادي الزمالك. لا يا كابتن انا اتمنى ان اللي ينتج الزمالك حماده صدقي او طارق يحيى. انا بقول لك يعني يلا كورة موقع كبير يعني. لا كابتن شوقي غريب ما ينفعش يا كابتن. تمام. كابتن شوقي غريب ما ينفعش. تمام. بس احنا عايزين بس ان الزمالك يبقوا اللعيبة تحب بعض. اللعيبة تحب بعض. بس ده في لعيبه ما بتحبش بعض. النهارده كابتن احمد توفيق حضرتك اول مره يتكلم بالطريقه دي النهارده، فما ينفعش يا كابتن. وانتوا برضو نجوم الزمالك يعني المفروض حضرتك برضو تمام والكلام تمام ده. وانت تمام من اللعيبه المحترمه جدا بتاعت مصر. انا اعتقد ان احمد توفيق ما راحش الفرح لباس النهارده عشان ما يقابلش المستشار مرتضى. الف مبروك للكابتن باسم بورس. جميل باسم، الف مليون مبروك. بشكرك يا حبيبي، بشكرك. مين معانا؟ طيب عشان نطلع معانا تقرير جمهور مصر وتعليقه على ماتش مصر وغانا، صح؟ طيب على فكره في ماتش بكره جامد جدا يا جماعه الصبح تقريبا، كوريا الجنوبيه بطل كوريا الجنوبيه هيقابل بطل العين الاماراتي في الدور النهائي، في ذهاب الدور النهائي، والعين مرشح بقوه انه يلعب كاس عالم للانديه ان شاء الله. مين معانا؟ ياسر من القاهره، اتفضل يا ياسر. صباح الخير يا كوتش. صباح الفل يا ياسر، ازيك؟ زي الفل. صباح الورد يا كابتن خالد. يعني دلوقتي في شويه نقط يعني لو ينفع اتكلم فيها. براحتك، اتفضل. النهارده الزمالك كان مفكرني كده بال يعني الراحل سعيد صالح والراحل حسن مصطفى لما قال له العربيه سليمه بس كل حاجه مستقله بذاتها. لما قال له العربيه سليمه بس كل بكل حته سليمه في حته. كل حته بس كل حاجه سليمه بس كل كل حاجه لوحدها. اللعيبه مش مترتبه في الملعب، ايمن حفت بيلعب لوحده عايز يقعد يراوغ ويرقص ويروح، مفيش غير شيكابالا ودونجا اللي كان فيه تحس فيه فرقه في الملعب. الزمالك بيلعب من غير خطه. وانا كنت دخلت محركه قبل كده بعد ماتش المصري واستقاله مؤمن وقلنا كنا دافعنا كزمالكاوي، كنا دافعنا عن مؤمن سليمان كمدرب شاب وان هو كسبان ومصري فريق تقيل، بس النهارده مفيش شكل مفيش شكل في الملعب. هل يعني مش عارف بقى يعني انا كنت هاجمت الاستاذ ابو معاذ زكي لما قال لا مؤمن مش مستوعب ان اللعيبه اللي بيضربها في الزمالك، هو كان على حق فعلا وانا بعتذر. هو مؤمن مش مستوعب حجم اللعيبه، ما ينفعش يكون لعيب بحجم شيكابالا خارج ومؤمن سليمان واقف على الخط في وشه وما مديلوش ايده زي ما ادي ايده للسله. فهو بقى خارج زعلان خارج غضبان، مدير فني اكبر ويحتوي وكان لازم يروح لشيكابالا ويسلم ده كابتن فريق. مؤمن شيكابالا تاريخ من تاريخ نادي الزمالك.
مع احترامي مين مؤمن سليمان. تمام. شيكابالا تاريخ كبير في نادي الزمالك والجماهير بتعشقه زي ما انت قلت يا كابتن، احنا صبرنا على الزمالك سنين من غير بطولات وبنسنده، وفي لعيب اسمه شيكابالا الجماهير بتعشقه، مفيش حد في جمهور الزمالك طفل لحد حد ما بيعشقش حاجه اسمها شيكابالا. فمؤمن مش قادر يتصرف مع اللعيبه، وان كان يعني اوكي الفتى مصطفى بيتدخل كتير في الفرقه، بيتكلم كتير على فرقه الزمالك على التشكيل كاي حد قد يكون غير انا كنت بس انا ما بدافعش عنه، انا ضده في معظم حاجات كتير من اللي بيعملها، بس ان كان لما يطلع رئيس نادي يقول مين احمد توفيق كان بيلعب فينا وبيعمل ايه، ما ينفعش لعيب يطلع يرد عليه، وما ينفعش قناه تجيب لعيب يرد على رئيس نادي غير اللي يكون قصده لا تشعل فتنه في النادي وتعمل دوشه ويحصل اللي حصل، لان عارفين اكيد ان المنتظر منصور مش هيسكت هيطلع يرد على احمد توفيق. فان كان احمد توفيق مش مستوعب ان هو بيلعب في فريق اسمه الزمالك فعايز يمشي مع السلامه، احنا مش هنقف على لعيب ده. تمام. عشان مسؤول كتير اللعيبه كتير في الزمالك ومنهم احمد توفيق شلنا فترات كتير كان واقع فيها والشكل كان سائل للغايه، ولازم مدير فني يكون يقدر يمسك ويعرف يعني ايه الزمالك. واتمنى اتمنى اتمنى تاني يكون ايهاب جلال. اشكرك يعني اشكرك اشكرك جدا اشكرك جدا يا ياسر. مين معنا؟ يا ريت ايه بس عايز اقول حاجه يعني، هو كمان توقيت الظهور الخبر ده هو توقيت غريب شويه، لان الكابتن شوقي غريب في معسكر دلوقتي مع الانتاج الحربي بيستعد للمباراه مع النادي الاهلي غدا، يعني ده بكره الماتش او النهارده يعني، ما خلاص احنا بقينا بكره. طيب محمد من القاهره، اتفضل يا محمد. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ الحمد لله يا محمد، اتفضل يا حبيبي. اخبار حضرتك؟ كله تمام، اتفضل يا محمد. مساء الخير على حضرتك وعلى كل جمهور الزمالك الراقيه محترم. ربنا يخليك يا محمد، اتفضل. دلوقتي يا كابتن احنا لعبنا ثلاث فرق في اول الدوري، سموحه وامبي والمصري، تمام كده؟ تمام. خدنا كام بونت؟ خدنا 7. طيب وحش؟ لا كويس جدا. تمام، احنا في اول الدوري طبعا النقط تجميع النقط ده بيفرق معانا في اخر الدوري، صح؟ صحيح. طب احنا ليه كده منفعلين ليه على مؤمن؟ واحنا قلنا ان مؤمن مدرب كويس ومدرب لسه يعني بيبتدي ومدرب لسه من حقه ان هو يغير ومن حقه ان هو يدور ومن حقه كل دوت. احنا كنا من 5 سنين ولا من 4 سنين كنا بنقول يا ريت نلعب زي الزفت بس نكسب زي الاهلي. صح؟ صحيح. قبل ما ناخد الدوري في 2014 كنا بنقول احنا عايزين نبقى زي الزفت وناخد الدوري، بس نسينا ناخد الدوري. بس عايز اقول لك حاجه يعني، دلوقتي لو مثلا الزمالك غير بكره مدرب مثلا، تمام، وجي لعب الاسماعيلي والمدرب الجديد اتعادل، تمام، وجي لعب المقاولين وتعادل او كسب، تمام، وجي وادي دجله تعادل، المدير الفني الجديد هيقول ايه؟ هيقول انا لسه جاي، تمام، صح، تمام، ولسه اللعيبه ما اتعودتش على فكري، تمام. فأنا شايف ان ما تيجي تغير مدير فني لازم تغيره في توقف، تمام، يعني التوقف ده مثلا يعني قبل ماتش الجابون هيتم التوقف 40 يوم، تمام، اكتر من 40 يوم عشان بطوله افريقيا. فما تيجي تغير جهاز فني لو انت عندك يعني نيه التغيير او النتائج مش مساعده، فانا اعتقد ان مؤمن يكمل لغايه التوقف، عامل نتائج كويسه وابتدى اللعيبه تستوعب وابتدى النتائج تبقى كويسه يبقى مؤمن يكمل. لكن لو غيرت دلوقتي التغيير ضد الفريق، خصوصا ان انت ما عندكش امكانيه ان انت تجيب مدير فني اجنبي لان ما فيش دولارات. تمام. بس طب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه بس كده؟ اتفضل. احنا بنشجع الزمالك او 90% من جمهور الزمالك عشان يتمتع بالكوره. تمام. يتمتع بلعبه حلوه، يتمتع بترقيصه حلوه من لاعب مهاري، نشوف جمله حلوه، نشوف جول حلو، هو ده جمهور الزمالك. جمهور محترم، جمهور بيفهم كوره، جمهور بيحب الكوره. تمام كده؟ تمام. وفي نفس الوقت بنحب البطوله. تمام. صح كده ولا ايه؟ صحيح. فيا ريت نهدى، يا ريت نهدى شويه على مؤمن. تمام. يعني هو ليه يعني ليه لو مدرب كبير وليه اسم نقول نديله فرصه؟ وليه مدرب لسه بادئ؟ كلنا كل الزملكاويه وكل الاعلاميين في مؤمن سليمان في افريقيا قال لك بدايه مبشره لمدرب مصر. طب انا عايز اسال سؤال بقى. اتفضل. دلوقتي مرتضى منصور دخل وقال لو عايز يمشي يمشي، وقبل كده مشاه. سبب من اسباب المشاكل يا كابتن. اسمع بس، وقبل كده مشاه. وبعد كده قعد يدور على ايهاب جلال او حسام حسن او ما اعرفش ايه، وبعد كده ما فيش مدرب، وبعد كده رجع. صح؟ تمام.
تمام. طيب وجه علي جبر جاي من المنتخب فمؤمن قال له هتريح ماتش طنطا فعلي جبر تطول على مؤمن. تمام. تفتكر اما رئيس النادي بيوصل رساله بيقول لها مؤمن انت هتمشي في اي وقت والنهارده بعد الماتش رغم الفوز مؤمن قال عايزين تمشوني مشوني انا يعني انا اتهزقت وتعبت من الضغوط وبتاع وفي نفس الوقت مرتضى زعل من مؤمن وقال لي هتمشي طب ما اللعيبه كل ده بتسمع وبتشوف على اليوتيوب طب ردود افعال اللعيبه مع مؤمن ايه هل هيحترموه طبعا ايه مش هيبقى في احترام مش موضوع مش ما هو بدليل علي جبر تطول اهو لكن أيوة. فكره ان اللعيبه ما عندهاش ثقه ان المدير الفني قاعد بالظبط فاي واحد هيغيره هيكشر هيطلعه هيقلب وشه فلازم كده مش هيبقى فيه سيطره على الفريق بعد اذنك يا كابتن اتفضل هو ايه الفرق بين اداره نادي الاهلي واداره نادي الزمالك ايه الفرق يعني على مر سنوات طويله خصوصا الاداره السابقه كمان سنوات طويله والاداره الحاليه بتحاول يكون في استقرار دون التدخل يعني او بالعربي كده الظهور الدائم في الاعلام وبالتالي القاء يعني كلمات قويه كابتن كل اداره لازم يبقى في كتمان يبقى في اسرار يعني في اسرار كده في القرارات عشان تقدر تنجح وعشان تبقى قدرة ناجحه تمام لازم تبقى كتوم على بعض الامور الهامه يعني الرأي مرتضى منصور يجتمع بمؤمن سليمان مع حفظ الالقاب للجميع بعد مباراه امبارح يجتمع بكره واقول له مؤمن ده ما ينفعش ما يحصلش بس الكلام ده ما يطلعش على الاعلام بس بالظبط كده ونشد شويه عليه ونحفزه شويه والموضوع ده كده ما ينفعش تمام الراجل غصب عنه هيشتغل الراجل غصب عنه هياخد بقى لكن كل صغيره وكبيره على الاعلام لا طيب. لعيبه هيحترم ولا جمهور هيحترم ولا اعلام اشكرك يا جميل بشكرك وانا عايز اقول حاجه مهمه جدا ان يعني برضو هل النفوس صافيه داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك ولا هل في ناس مع مؤمن او ضد مؤمن هل مؤمن كان عايز يمشي ناس من جوه وما مشوش يعني كل ده بيأثر نفسيا على الحاله المزاجيه والنفسيه والمعنويه والنتائج كل ده لابد ان يكون في استقرار للفريق ويكون المجموعه كلها بتحب بعض سواء جهاز فني او سواء ومرتاحين لبعض او سواء لعيبه واللعيبه انا قلت لكم مره واثنين وثلاثه مضغوطين ولا ما يقدروش يقولوا الكلام ده على الهواء لعيبه مضغوطه من جواها طيب مين معنا مين حسن من اسكندريه اتفضل يا حسن يا حسن محمد من الشرقية اتفضل يا محمد طيب من الواضح ما حدش طيب عشان نطلع للتحدي المانيكان ده مش عارف يعني ايه تحدي المانيكان كل شويه مره تلج ومره مانيكان مش عارف ايه الموضه كل شويه يحصل موضه في العالم معانا محمد من حلوان اتفضل يا محمد الو يا كابتن السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد اتفضل يا حبيبي يا كابتن خالد الحمد لله تمام اتفضل يا محمد لما انا اول مره اكلم حضرتك وانا مبسوط جدا 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 ربنا يخليك يا محمد اتفضل يا حبيبي كابتن كارب اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي ده احنا عايزين له حل انا عايز احنا عندنا احسن لعيبه في مصر حضرتك واحنا قاعدين دلوقتي كل مشجع فينا يقدر يحط تشكيل لكل مباراه مش لطنطا يعني نقدر نحط تشكيل للاهلي صحيح نلعب اثنين فراوده بنلعب طنطا يا فندم من الاهلي هنلاعب ايه؟ هنعمل ايه؟ نلعب بالسالي لسه راجع من الاصابه مايوكا يا فندم ياخد فرصته زي ما احمد جعفر بياخد فرصته طيب عايز تعمل تدوير لعيبه يا كابتن خالد تدوير لعيبه نبعد خالص بقى عن الخطوط الاساسيه اللي هي عمود الفقري للفريق اللي هو الديفندرات والسردباكات ايوه يا فندم معانا دلوقتي والباكات مظبوط يا فندم معاك محمد ناصر ومعاك حسني فتحي ثبتهم معاك الوينج ومعاك علي جبر ثبتهم معاك مثلا احمد الشناوي او جنيه ثبت في وسط الملعب ما بقاش فيه بديل عن جمله يا فندم دلوقتي انا بعتبره مع اني زملكاوي بس بحب لعب هو بيني وبينك دونجا وطارق حامد يعني الاثنين تقال طبعا يا فندم وبعدين دونجا كمان انا بقول لحضرتك زملكاوي بس بحب لعب حسام غالي انا بشبهه بحسام غالي لاعب مهاري جدا خط نص ديفندر عالمي اللعبه الحقيقي بيعرف يطلع لقدام بيعرف يعمل لونج باص صحيح بيعرف يلعب
يعرف يلعب اللاعبين اللي حواليه. طارق حامد لو سيبت جنب دونجا طارق في الواجبات الدفاعيه لا خلاف عليه. ثبت الكلام ده والعب قدام بقى، العب بقى نزل احمد رفع جربه، نزل يا ريت بلاش حاجه اسمها صلاح ريكو ده لان اختيار خاطئ. انا من وجهه نظري يا فندم اوباما كان يرجع الزمالك احسن منه. العب في الجزء اللي قدام، انما يا ريت مثلا لغايه خلصت الملعب كده يثبت الجزء ده. تمام تمام يا محمد، تمام بشكرك يا محمد. محمد من المحله وبعد كده نروح للتحدي ملك. اتفضل يا محمد. يا كابتن ازيك يا كابتن؟ مساء الخير يا محمد، اتفضل يا حبيبي. هو بالنسبه يا كابتن كلهم اللي معظم بيدخلوا مداخلات دلوقتي، معظم ايه؟ حضرتك بتقول ايه؟ معظم اللي دخلوا في مكالمات دلوقتي يقول لك الجديد نديله فرصه، وكان اكبر خطا اتعمل الفرصه بتاعت النهائي. يعني اكبر خطا اتعمل ان انا ادي فرصه لواحد بيتقال ادي له فرصه في نهائي، وفعلا بان ان هو يليق على الزمالك الحقيقه يعني. وبعدين النهارده لا حول لهم ولا قوه، هو عجز منه هو الخوض متباعد عن بعضيها. وبعدين يطلع شيكابالا، طب احمد جعفر اللي يطلع على الاقل يعني. يعني حتى شفت شيكابالا كان حتى الى حد ما كان عامل شكل الفرقه حتى على الاقل او بروح، كان حتى لو هو قليل. يعني وبعدين يدي فرصه يدي فرصه يدي فرصه. طب والزمالك حل التجارب بفرصه وبعدين يدي. طب يا استاذ محمد انت شايف مين اللي ممكن من وجهه نظرك يعني؟ كان الكابتن حلمي كان معقول الى حد ما. كابتن حلمي طولان. كان حلمي طولان ومحمد حلمي برضه نفس الشيء. يعني انت شايف ان محمد حلمي يعود مره اخرى؟ طبعا هو عمل ايه؟ الجرم اللي هو تبعه؟ يعني ايه الجرم يعني؟ تمام. وبعدين ما الكابتن حسام حسن ده يعني كان الغلطه الكبيره كان حسام حسن. ايوه بس حسام حسن متعاقد مع نادي. لكن الفرقه يا كابتن حتى ما احنا نقعد كل انت حضرتك انت قلت دلوقتي الفرقه بتكسب شكلها مش حلو، شكلها سيء جدا. تمام تمام يا محمد، بشكرك يا محمد. معانا سامي من اسكندريه، اتفضل يا سامي. كابتن خالد تحياتي ليك، معاك سامي الباهي من اسكندريه وزملكاوي صميم. اهلا بيك يا سامي، اتفضل يا حبيبي. كابتن خالد، اولا انا واحد من الناس اللي طلع على قنوات فضائيه كتير وطالبت المستشار مرتضى منصور ببقاء كابتن مؤمن، بس اللي احنا شفناه النهارده ده يا كابتن خالد او امبارح دي معلش يعني مع احترامي للكابتن مؤمن دي تهريج في نادي الزمالك، دي مش فريق نادي الزمالك اللي هو كان بيلعب رصاص مباوز وبيلعب في بطوله افريقيا. النهارده يا كابتن خالد اللي شن الشناوي اللي ما حدش واخد باله ان الشناوي طلع جون اكيد بضربه ركنيه، هو كان نجم اللقاء الشناوي. طبعا طبعا، وايمن حفني النهارده كان صعبان عليا خالص، ايمن حفني انضرب كتير وكان محتار يلعب نص ملعب ولا مهاجم ولا طرف يمين ولا شمال. ايمن حفني النهارده والشناوي انا بعتبرهم هم فريق نادي الزمالك، الاثنين دول لو ما كانوش موجودين في الملعب يا كابتن خالد احنا كنا شلنا هزيمه مدوله. لا واحقاقا للحق برضه دونجا كان كويس مش وحش. ايوه، واما بالنسبه للي حصل من احمد توفيق يا كابتن خالد، احنا كجماهير نادي الزمالك ما فيش لاعب كبير على نادي الزمالك، ونادي الزمالك اللي مطلع اللعيبه دول عامل اساميها. اذا كان الكابتن احمد توفيق بيطلع يمسح في المستشار مرتضى منصور وعاوز يحصل اكرم اخوه في الاهلي، يتفضل الدكه هتبقى موجوده والنادي الزمالك ما بيوقفش على لاعب. احنا ما عايزين مرتضى منصور مع احترام الحفظ الالقاب ان يمشي احمد توفيق خلاص، ما عادش ينفع في الزمالك بعد ما يطلع يرد على رئيس النادي ده، ما ينفعش يعقب على المدرب بتاعه يقول لك اصل اخويا اكرم كلمني وقال لي يا سلام وانت اخوك كلامه مصدق. دي ثلاثه في مع مدحت شلبي مع احترام ليه ثلاثه معاه بيقولوا له يا ابني اهدى يا ابني استنى المستشار ما اداش فرصه، انا عاوز انا الصبح افسخ حقدي. طب ما تتوكل على الله، احنا عندنا نجوم زي عمر جابر وعندنا كهربا وعندنا محمد عبد الشافي وعندنا وعندنا وعندنا، الزمالك عنده ذخيره من لعيبه بس عاوز مدرب قوي يا كابتن خالد. مدرب احنا عندنا شيكابالا، دي احنا كجماهير نادي الزمالك احنا بنحب شيكابالا كده بنحبوه، حتى لما هو راح الاسماعيلي احنا برضه كنا بنحب شيكابالا حتى وهو بيلعب ضدنا يا كابتن خالد. تمام. قال لك الاخ بتاع الاسماعيليه احنا بينا وبين الاسماعيليه كمي، فانا بطالب المستشار مرتضى منصور ان يجيب مدرب على اعلى مستوى للزمالك، وحرام اللي بيحصل في الزمالك ده، وانا مؤيد مرتضى منصور في القرارات اللي خدها النهارده كلها يا كابتن خالد. تمام، اشكرك يا سامي جدا.
تعال نطلع لتحدي المانيكان. تحدي المانيكان ده ايه؟ كان مجموعه في الجامعه الامريكيه اتحدوا بعض ان هم يقفوا قدام الكاميرا فيقعد يثبت يعني اكتر حاجه. فابتدى الموضوع ده يغزو العالم، وابتدى عندنا كمان في بعض القنوات ابتدوا يعملوها على الهوا، واحمد الشيخ عملها، وجيمي فاردي عملها، وحتى كاسونجو كاتونجو بتاع الاتحاد عملها. فيعني مش عارف يعني هي ايه الميزه في الموضوع، بس ما اعرفش. لان قبل كده برضو كان في تحدي التلج، الناس بترمي على نفسها تلج، وابتدى الفنانين يعملوا كده والمقدمين وما اعرفش ايه يعني مش عارف ايه اللذيذ في الموضوع، الله اعلم. تعال نشوف المنتخب البلجيكي وهو بيعمل اللي هو التحدي المانيكان ده، ونرجع لكم تاني. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Fresh girl, wow. Mike Will Smith. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal. Rockin' John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babe's belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls, look like strippers in their real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Type, يعني مش عارف ايه اللذيذ في الموضوع. بس في النهايه نرجع تاني تليفوناتنا، ومعانا الاستاذ محمد سالم عضو مجلس اداره مركز شباب المقطم. المقطم عندهم مشكله. يا استاذ محمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا خالد، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ محمد. ايه المشكله في المركز؟ هي المشكله حضرتك ان في قرار طلع بانهاء مد المجلس الحالي بتاعنا. تمام. وتعيين ساده اعضاء جدد، ماشي، لم يمر على عضويتهم في المركز اكثر من شهرين سيادتك. تمام. فطبعا ده مخالف للوائح والقوانين، لان الماده لازم على الاقل سنه تقريبا. بالظبط كده، لازم يمر عليهم سنه عشان يبقى ليهم حق في حضور الجمعيه العموميه او حق في الترشح لعضويه مجلس الاداره. تمام. بس يا فندم، بس معلش، عايز أأكد على حاجه بس عشان تتاكد من القانون. في كلام ان السنه دي ما يكون انتخابات، لكن تعيين مش سنه. هو يا فندم، هي المشكله ان في اعضاء طبعا الناس دي لسه جديده. طبعا هم ما عندهمش درايه بالمكان، ولا يعرفوا المكان انشطته ايه ولا اي حاجه. لا، عشان احنا عايزين نتاكد بس من القانون، هل القانون بيمشي على المعينين برضو ولا في الانتخابات فقط ليعدي عليهم سنه؟ لا اكيد طبعا يا كابتن خالد، اكيد. وبعدين في ناس ليها طبعا، الناس اللي هم بتوع اعضاء الجمعيه العموميه هم الاحق بالدخول في الترشيحات. تمام تمام. انت حضرتك بتوجه النداء ده لمين؟ لوزير الشباب والرياضه؟ بوجه النداء ده للسيد وزير الشباب والرياضه. تمام.
يعني ازاي يطلع قرار وان في ناس احق من الناس اللي جت دي. انا مش بتكلم في ان الناس احنا بنتكلم لو الناس دي فعلا هتخدم مفيش مشكله. يعني احنا بنتكلم ان احنا كنا عايزين الموضوع بس ما يخرجش بعيد عن القانون. تمام، اشكرك يا استاذ محمد ورساله وصلت. احمد من اسكندريه، اتفضل يا ابو حميد. احمد ترابيش، ازيك يا احمد؟ اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يخليك، معاك احمد ترابيش يا سيدي. الله يخليك، اتفضل يا احمد. انا كنت بتكلم بخصوص المداخله النهارده. احمد معلش اقفل التلفزيون خالص واسمعني من التليفون بس، او وطيه خالص، اتفضل. والله انا الاول، اول حاجه انا تحداوي يعني. تمام. انا شايف المستشار مرتضى منصور الحقيقه يعني الراجل عمل كل شيء كويس في النادي وجاب لعيبه كويسه ياما، واحسن يعني انا بقالي سنين ما شفتش الزمالك كده، والزمالك كان بيقدم كوره كويسه يعني، كنا حتى احنا نقول الزمالك فن وهندسه. طب عايز اسالك سؤال يا احمد، يمكن مكالمتين تليفون قلبوا الدنيا النهارده في الزمالك. امبارح مكالمه تليفون برضه مشيت وليد صلاح من الاتحاد. والله هو كابتن وليد صلاح وعمل اللي يعني عمل اللي على قد طاقته بالزياده صراحه، بس احنا مش عارفين. احنا كان رئيس النادي الاتحاد كان قايم تقريبا حوالي اسبوع كده، قال النادي الاتحاد فيه فلوس كويسه وتقعد سنتين يعني تكفي اللعيبه، فاحنا فوجئنا ان مفيش اي حاجه خالص يعني. على فكره انا عشان وليد صديقي وانا بحبه جدا وما ينفعش اقول الكلام دوت، وليد من اكتر من 4-5 شهور هو كابتن مختار ما بياخدوش فلوسهم، اللعيبه كل شويه تيجي تشتكي لهم وبييجوا يشتكوا لوليد، والشكل وليد بيبقى وحش لانه لازم يديهم وقت معين ياخدوا فيه الفلوس، وكان في تخوف ان نادي الاتحاد السكندري بعد عمال يكسب ويعمل نتائج حلوه انه يرجع تاني يخسر بسبب عدم الاستقرار المادي، وكان في فكر ان ممكن كابتن مختار يمشي، وكان قعد فتره ما بيحضرش التدريبات ورجع تاني. نفس القصه بالنسبه لوليد، وليد في النهايه احترم نفسه لانه بيحب نادي الاتحاد ومشي لانه عارف وعنده معلومه ان لازم كاتونجو لازم لعيب يتباع عشان خاطر الاتحاد يعرف يصرف يعني، لانه جايب لعيبه بفلوس كتير قوي. والله الكابتن وليد اللي عمله في نادي الاتحاد ما فيش حد عمله من اولاد النادي يعني. وليد الدين عمل كل شيء حلو معانا، واحنا صراحه يعني انا زعلت يعني لو اي حد مشى من الجهاز انا كنت هزعل اكتر ما انا زعلت على الكابتن وليد. الكابتن وليد جاب لنا لعيبه كويسه وجاب لنا لعيبه برخص الثمن وجاب لنا لعيبه احنا ممكن بعد كده احنا هنكسب فيها كويس، فده مش ده جزاته يعني. تمام تمام، بشكرك يا احمد جدا والرساله وصلت. مين معانا؟ اتفضل يا تامر من اسكندريه، اتفضل يا تامر. اسكندرانيه سهرانين معانا، اتفضل يا تامر. مساء الخير يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا تامر، اتفضل. انا بتكلم بخصوص كابتن مؤمن طبعا وبخصوص اللي حصل النهارده. انا شايف، انا زملكاوي بقالي 40 سنه. انا شايف ان المشكله بتاعتنا مع كابتن مؤمن بدات من ماتش الوداد. ماتش الوداد اللي اتلعب هنا في مصر واحنا كسبناه 4-0، الاداء كان سيء جدا. ماتش الوداد اللي شلنا هناك 5 او اتغلبنا 5-2، اتغلبنا 5 بالظبط، وبعدين رحنا لعبنا سان داونز وكان التشكيل سيء جدا واتغلبنا 3-0 هناك. بينما النهارده كانت المفاجاه بالنسبه لي انا وانا بتفرج على الماتش ان احنا بنلعب بعد ما فريق طنطا بيلعب ب 10 لعيبه، احنا بنلعب باربع ديفندرات. مفيش فكر، مفيش جمله تكتيكيه، ما شفناش اي هجمه، ما شفناش اي تنظيم. اعتقد ان المشكله الاساسيه عندنا هي كابتن مؤمن. كابتن مؤمن كل ماتش مفيش انسجام بين اللعيبه، اللعيبه كلها جديده، لازم بيبقى في حاجه جديده يحطها، بيحب ان هو يكابر بعد كل ماتش. ما بيحبش ان هو يسمع انتقاد، ما بيحبش حد يكلمه، فحتى النهارده كابر بعد الماتش ومش عاجبه اللي حصل وعايزين امشي. الطبيعيه احنا رايحين لفين او الزمالك رايح لفين؟ طبيعي ان احنا رايحين للسكه ديت، طبيعي ان المشاكل دي تظهر في الوقت ده. احمد توفيق ما هواش كبير على الزمالك. حازم امام سنه 2008 لما بدا ان هو الامبراطور بتاع الزمالك والرمز بتاع الزمالك، لما بدا ان مستواه ينزل بدات الجماهير انها تهاجمه وبتقول له كفايه يا حازم، وحازم امام اكبر واحد في الزمالك مشي
واعتزل، فبالتبعيه احمد توفيق ما هواش كبير، كفايه عليه جدا ان احنا استحملناه الفتره دي كلها. اعتقد ان هو ما ينفعش يطلع يقول انا او يهدد جمهور الزمالك او نادي الزمالك اللي عمله بقاله 7 سنين. فبالتبعيه انا شايف ان كده كفايه قوي لاحمد توفيق، وانا لاول مره يمكن بايد المستشار مرتضى منصور اللي هو عمله، وحاليا انا معاه قلبا وقالبا في القرارات اللي هو هياخدها صراحه. تمام، اشكرك يا تامر جدا على مداخلتك. زياد من القاهره، اتفضل يا زياد. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله يا زياد، اتفضل يا حبيبي. والله بحبك قوي يا كابتن، وبحب اتفرج على البرنامج بتاعك. ربنا يخليك يا زياد، اتفضل. اول حاجه بتكلم مع كابتن مؤمن سليمان. النهارده التشكيل وحش قوي يا كابتن، الفرقه كلها بتلعب وحش، مفيش حد بيلعب في مكانه. كل ايمن حفني مموت نفسه النهارده، انا فعلا يعني كنت متضايق عليه، كنت حاسس ان انا اتضايقت فعلا، كنت زعلان قوي، بيقع حاسس يقول لهم انتوا فين؟ مش فريق دوت، مفيش خطه، مفيش تكتيك. ما كسبنا الوداد هنا يا كابتن 4-0. رحنا اتغلبنا 5 يعني اسهل بطوله ضيعناها من ايدينا. كان التشكيل وحش قوي هناك. وبعدين ايه احمد توفيق ده؟ يعني انا مش عارف ايه اللي هو بيعمله. يعني مفيش حد كبير على الزمالك، الزمالك ياما جت لعيبه. احنا في الاول كلنا يعني كنا بنكره المستشار مرتضى منصور شويه، لكن بجد انا بايده دلوقتي وبحبه جدا. عمل حاجات للنادي ياه. عمل حاجات كتيره جدا وكبيره. تمام. جايب لنا ستانلي وجايب لنا ناس، وجايب فعلا لعيبه احسن لعيبه في مصر. تمام يا زياد، بشكرك يا حبيبي، بشكرك. سامح من سوهاج، اتفضل يا سامح. يا كابتن خالد، ازيك يا سامح؟ اتفضل يا حبيبي. كابتن خالد، والله اول مره اعمل مع حضرتك مداخله. ربنا يخليك يا سامح، شرفتني يا حبيبي. كابتن خالد، انا بس عندي نقطتين عايز اقولهم بسرعه، بس يا ريت تديني فرصه. اتفضل. شكرا. بص يا كابتن خالد، انا عايز اتكلم في فكره، بغض النظر ان اللي عمله احمد توفيق ده غلط او صح، هو ده اللي شايفه او كده، انا عايز اتكلم عن عندنا رئيس نادي، بغض النظر ليه كل الاحترام طبعا، عندي سرعه انفعال. اول ما بيتكلم او حد ينتقده، حتى حضرتك انت مره انتقدته، نزل فيه الكلام وانت عملت وما عملتش والكلام ده كله، صح ولا ما حصلش؟ صحيح. تمام، احنا بس كده عايزين نتكلم، هل هو رئيس النادي كل شويه؟ احنا طبعا مش عايزين نتكلم ان الاعلام بيوازن، وعندك الاعلاميين اللي بيتكلموا ده مش عارف ما بيوازنوش، يعني ماتش الاهلي ماتش طنطا كان وحش جدا ومحدش اتكلم خالص. تمام، احنا هنا في ماتشنا لا ازاي والاداء وحش ومش عارف ايه، وكان طلع كابتن طلع الاستاذ مرتضى منصور قال لك كوبر خد الطريقه من مؤمن، اسمه كوبر سليمان. كوبر سليمان، ايوه بالظبط كده. طب هو دلوقتي بقى وحش؟ انا بغض النظر وكابتن مؤمن سليمان بيعمل ايه وما بيعملش ايه، احنا بنتكلم في الواقع. احنا بنتكلم في رئيس نادي، برضه عايز ارجع للحته دي بعد اذنك اديني فرصه، اللي هو مثلا النادي خد الدوري خد الكاس، لا انا مرتضى منصور اللي جبت الدوري، انا اللي جبت الكاس. ماشي يا كابتن، هو نجاح لينا كنجاح كمنظومه، صح ولا لا يا كابتن؟ بالظبط. لا انا اللي جبت كاس، يعني حضرتك دلوقتي المنظومه، يعني احنا افتكر مع حضرتك كابتن باسم مرسي كان لما طلع حوار ان فريرا ماشي الكلام ده كله، راح طلع باسم قال لا ده فريرا هو اللي جاب الدوري، راح طلع الكابتن استاذ مصطفى منصور قال لا مين ده اللي جاب الدوري؟ انا اللي جبت الدوري. ده في مرات ثانيه قبل كده حضرتك كان يطلع برضه في التلفزيونات، هو عاشق ان هو عاشق زي ما عاشق للاستقالة، عاشق ان هو يطلع في التلفزيون. حتى هو شوف المشكله بتاعت الشبكه دي ولا اللي منعته من التلفزيون، اتجن انا ازاي اطلع وازاي ما اطلعش، مع الاحترام ليه طبعا. هو في مشكله فيه ان هو لا انا الكاميرا عليا، انا السبوت عليا، انا اللي. طب عايز اسالك سؤال يا سامح. اتفضل. انت عارف اي انسان في الدنيا فيه عيوب وفيه ميزات. حلو، تمام جدا. وطبعا انا مش هنسى ان القوه بتاعته، ما هو ده اللي انا بسالك فيه بقى. مرتضى منصور مثلا مش موجود خالص. حلو. ومش رئيس نادي الزمالك. ما كناش هنجيب على دراعيه كويس، ما كناش هنقدر نضغط على الحكام، حاجات كتير معاك فيها. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان كل انسان فيه عيوب وفيه ميزات. هو عيوب مرتضى منصور معروفه، لكن هل وجوده كرئيس للزمالك اهم ولا رحيله؟ ما قلتلكش رحيله، بس انا بقول لك حاجه، يعني انت حضرتك دلوقتي ممكن تنتقد. ما انت مش هتقدر تغير شخصيه بني ادم. مش هقدر، بس انا اقول لك حاجه، في احترام متبادل، انا انتقدته دلوقتي، صح؟ صحيح، وانتقدته بادب واحترام. الله ينور عليك، هل هو لو سمع الكلام ده وجها لوجه، ده ممكن هيقول عليا انا عيل وما بفهمش حاجه
ويلا يا ابني انت امشي من هنا وكلام تاني طبعا. التلفزيون لو انا قلته انت هتقضى عليا، لكن هو لو قاله لا هيكمل، الامين هيديله يعني اللي قاله على احمد توفيق بغض. طب هسألك سؤال، اتفضل. انت مش بقالك خمس دقايق ولا بتتكلم انا قطعت عليك؟ لا انا بقول لحضرتك يعني انا لو ما انت بتتكلم هو سيء اتفضل هتروح قاطع عليا، وحقك لان انا المفروض ما اتكلم باحترام لان انا احترم من المشاهدين. بس خد بالك في حاجه تانية بقى. ايه؟ في حاجه تانية برضو اسامح. طب. انت مشاهد تمام؟ تمام. فانا ببقى قدام الناس مسؤول عنك لان انا دخلتك وانت مسؤول ان انت راجل اعلامي. انا فاهم، بس في فرق بقى ان انا بدخل واحد هو مسؤول كبير، هو رئيس لنادي كبير، فمن المفترض ان هو يكون مسؤول عن تصرفاته. لان في النهاية انت سامح مثلا لو شتمت مثلا دلوقتي وقفلت السكة الناس هتمسك فيا انا لان ما يعرفوش سامح. صح. فاهم قصدي؟ لكن لو رئيس نادي في قيمة مرتضى منصور ومعروف وبتاع وعضو مجلس شعب ومعرفش، فما يجي يخش لابد ان هو يكون مسؤول عن كل كلمة هو بيقولها، وانت مسؤول ان انت تمنعه ان انت تقول له لا. ما صحيح صحيح، لكن في نفس الوقت بسرعه كده بسرعه. فاضل. حضرتك انت دلوقتي لو انتقدته مش ممكن يدخل بكره ويقول لك انا همنعك تخش نادي الزمالك وانت مش عارف ايه، وانت النادي بتاعه يا كابتن، النادي عزبه. مع احترامي للناس اللي هي الاعضاء فينا، انا مشجع عادي بسيط توظف الحاجات. طيب خلاص يعني خلاص يا سامح، يبقى مرتضى منصور يمشي. ايه؟ مرتضى منصور يمشي ونادي الزمالك يبقى له رئيس مش شايف ان النادي عزبه، ويكون رئيس يعني مؤدب ومحترم بس عنده عيوب كتير تانية. رئيس النادي ده مركز قياده كده يقعد زي الباشا، هو لو حصلت مشكله في الهدوء وباحترام. لا احمد توفيق قال 1 2 3 يبقى. طب هسألك سؤال. اتفضل. ممدوح عباس. تمام. رجل ما بيخشش في الاعلام كتير. فاشل. هادي جدا. في كذا كورة. هادي جدا. يتعامل مع الناس بهدوء جدا صح؟ بس فاشل. حلو انا معاك، انا بقول لك على طب انت ما انت عايز ايه بقى؟ كل قلت لك كل انسان في الدنيا له عيوب وميزات، في الجمهور في النهايه الميزات بالنسبه له نادي الزمالك هي ميزات ان يستطيع ان يحصل على بطوله، ان يكون فريق قوي، انه يعمل نتائج، انه يكسب، انه يوصل كده يعني. يعني يا كابتن انا عايز بص الاعلام هيكبر مشكلتنا ازاي، وكم موقع هينزل الزمالك اتعاقد مع كذا، الزمالك احمد علي جبر ضرب مؤمن سليمان في وشه وراح عوره، والاعلام احنا متعودين مش مشكلة. صحيح يا سامح، على العموم يا سامح وجهه نظرك وصلت. بسرعه يا كابتن، بسرعه. اتفضل يا حبيبي. مشكله الاستاذ مرتضى منصور مع الالتراس ايه؟ اتفضل. مشكلته مع الالتراس ان هو عايز الجمهور يخش مرتضى يا مش عارف بنحبك، عارف يا كابتن لو ما عملش كده الجمهور اللي بيحضر الماتشات مش هيخش يعني الالترا. طب معلش بقى سامح، يعني حضرتك عايز مجموعه تخش تقتحم النادي وهو رئيس النادي فعشان هم ما قالوش مرتضى فنقتحم؟ الله اعلم. طب هسال سؤال، حضرتك اجيب ناس، اجيب واحد يصور وانا برمي على مرتضى منصور بول وبضربه واصورها وانزلها على النت، فحضرتك تقول لي ده حاجات جميله وحلوه يعني؟ يتقبض عليه ويتحاكم، ما فيش نقاش فيها. طيب ماشي، يبقى اذا في عداوه، في عداوه بس في ناس محترمه وكليات، وانت عارف كده. طبعا في ناس محترمه، بس في النهايه اما يكون عندي فئه الكابوهات بتاعها او رؤساء، ما يجي تقال لي اتحاد كره بيتحرق، ما اعرفش ده بيقتحم، ده بنضرب ما اعرفش ايه، اتوبيس بيتكسر، اتوبيس ما اعرفش ايه، يعني حاجات بتحصل زي دي وانا بنتمي لدول رغم ان انا محترم، ما هو في النهايه هتحسب على الحاجات الغلط اللي بتحصل. اغلبها بروباجندا اعلاميه وانت عارف كده استاذ في الاعلام. يعني اي اتوبيسات بتتكسر كانت بروباجندا؟ مش قصدي اللي هو كل حاجه بتحصل، لكن في توسيع وانت عارف حضرتك في الاعلام. لا ده كسروا يا سامح، اما بنعمل كوايت نايتس او كالتراس اهلاوي دخلات جميله ودخلات حلوه وبتاع كل الناس تشيد، لكن طب ما تيجي انا مثلا كسبان ماتش اكسر الكراسي ليه واشتم الشرطه وليه واتخانق ليه؟ قلت نقطه حلوه كابتن، في مشكله احنا لازم نعترف ان في مشكله ما بين الالتراس وبين الداخليه. طب في حاجه العالم معلش مع احترامي، ايه الالتراس بمقابل الداخليه؟ الداخليه دي مؤسسه في الدوله. الدين والله ما فيش مؤسسه، مفيش حاجه اسمها مؤسسه، انا بتكلم على حاجه بس بسرعه. اتفضل. الالتراس في مشكله احنا لازم نعترف فيها، ان في شباب هم بيشجعوا نواديهم بدون كلمه التراس لو مزعل حضرتك. اه. في شباب في مشكله مع جهاز الامن او جهاز الداخليه.
العالم كله عامل حاجه سهله وبسيطه ومعروفه، العالم كله عامل شركات امن خاصه بتخش تامن المباريات. انا كشاب هعمل لو انا في مشكله، طب انا اسحب الداخليه وابلعهم ابعدهم كلهم. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. وانا كشاب اما الاقي الداخليه وبكل ادب واحترام لو سمحت افتشك، مفيش شماريخ مفيش بتاع، خش شجع فرقتك، ايه مشكلتي؟ حلو، الماتشين بتوع مصر والزمالك اهم، تمام؟ اه صح. يعني انا لو الداخليه اشيلها مش لازم اصدرها في كل حاجه، امنحها، انا عارف في مشكله، طب ابعد شويه. طب ما انا عالج برضو مشكلتي، ما انا عالج كشاب برضو، اعرف ان انا دوري ان انا داخل مدرج لازم اتفتش عشان احافظ على نفسي وعلى زميلي. بتحل في يوم ولا ليله، في سنين، ولو عايز تتكلم في حلقه. طب هسالك سؤال تاني يا سامح. اتفضل. هو في استاد في العالم مجموعه من الشباب بيخشوا من غير تذاكر؟ مفيش، بس احنا مش النظام مش كده، وانت عارف كده يا كابتن، النظام مشي، المجموعه جايه، طب خلاص بيجي مثلا العقيد. طب وده صح يعني؟ ده صح؟ خلاص يا شباب احنا هندخلكم بس بالراحه. طب ده صح يعني؟ ايه؟ ده صح؟ احنا يا كابتن بوضوح كده، هل كل حاجه في بلدنا صح؟ احنا عارفين اللي فيها. يعني هو عشان مش كل حاجه في بلدنا صح ان احنا نقعد نشتغل طول عمرنا غلط يعني؟ طب حلو صح. طب هسالك سؤال، ماتش سان داونز وماتش غانا كان في ناس مش اولتراس، يعني كان في كتير ناس جمهور عادي مش اولتراس، ونجح سان داونز ونجح غانا، طب ما ننجح يا جماعه عشان الجمهور يرجع. وكابتن هو مش اتعملت بطاقات، والناس اول ناس راحت اللي هم شباب الوايت نايت اول ناس راحت وما همهاش حاجه وما خافتش من مشكله اللي هو. طيب على العموم انا اتمنى ان المشكله يعني مشكله وايت نايتس ولا اولتراس، انا في النهايه بالنسبه لي دايما بقول ده جمهور زمالك وده جمهور اهلي، ما بحبش التصنيف او جزء جزء، بدليل ان بعض الاولتراس ضربوا بعض وهم بيشجعوا نادي واحد عشان الزعامه، تخيلوا اتنين ضربوا بعض وهم بيشجعوا نفس الفانيلا عشان انا الزعيم، انت ما تخشش تبقى زعيم معايا يعني انا اتمنى ان كل حاجه تهدى لان احنا عايزين الجمهور يرجع. طيب عندنا النهارده كمان كان في نهائي كاس العرش المغربي، واستطاع طبعا نادي الفتح يا جماعه، اتاكد بس المغرب الفاسي سوري، نادي المغرب الفاسي استطاع ان يفوز على اولمبيك اسفي 2-1 وخد كاس العرش المغربي، ودي المره الرابعه لنادي المغرب الفاسي، وصلوا النهائي 12 مره. الف مليون مبروك للمغرب الفاسي بطلا لكاس العرش للمره الرابعه في تاريخه. عايزين نقول بس ان بعد الاسبوع التاسع من الدوري هناك سبع مدربين رحلوا، علاء عبد العال، عماد سليمان الاسماعيلي، علاء عبد العال امبي، حماده رسلان النصر للتعدين، فييرا سموحه، احمد العجوز طلائع الجيش، طارق يحيى الشرقيه، عماد النحاس اسوان. سبع مدربين رحلوا بعد تسع اسابيع. عايزين نقول ان بكره الاهلي هيلعب، وبعد ما يلعب الاهلي هنخش على الاسبوع العاشر اللي هيبتدي باذن الله يوم الاثنين القادم. الاسبوع هيبتدي يوم الاثنين القادم باذن الله، هنروح بماتشات الاثنين القادم. بصوا يا جماعه، الاتحاد والنصر للتعدين هيكون الساعه 3 الا ربع يوم الاثنين، والساعه 5 بتروجيت والشرقيه، واسوان، وانا قلت لكم ان اسوان كابتن علاء نبيل بنسبه كبيره ممكن يمسك اسوان، طبعا رئيس قطاع الناشئين في المقاولين ومدرب منتخب مصر سابقا. أسوان ومصر المقصة في استاد أسوان 7:30، هنروح للتلات الداخلية وسموحة الساعة 3:15 في استاد كلية الشرطة، وادي دجلة وإمبي وهي مباراة قوية في استاد القاهرة الساعة 3:15، والتلات برضو المقاولين والمصري في استاد الجيش ببرج العرب الساعة 5، والتلات برضو الإسماعيلي هيلعب الزمالك الساعة 8 في استاد الإسماعيلية. طنطا يوم الأربع هيلعب الإنتاج الحربي، والاربعاء برضو الاهلي هيلاعب طلائع الجيش في استاد بترو سبورت، ده الاسبوع العاشر. وتقريبا وادي دجلة هي الفرقة الوحيدة في الدوري اللي بتلعب مبارياتها على استاد القاهرة، وانتوا عارفين ان الزمالك بيلعب مباراته مع الاسماعيلي في الاسماعيلية عكس النادي الاهلي اللي لا يلعب في منطقة القناة الا في السويس فقط امام بتروجيت.
الاهلي لا يلعب مع الاسماعيلي الا في استاد الجيش برج العرب، وايضا مع المصري بسبب طبعا الكارثه اللي حصلت من 4 سنين فاتوا. دي كانت حلقتنا، سيبكم مع ديربي مدريد بكره، مباراه قويه جدا ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. المباراه ستقام على ملعب اتلتيكو مدريد بكره باذن الله. وفي ايضا مباراه قويه جدا في الدوري الانجليزي، مانشستر يونايتد وارسنال، ونشوف نجمنا هيلعب ولا لا، محمد النني. وايضا مباراه قمه في الدوري الالماني، بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ او بايرن ميونخ بكره، ماتشات قويه جدا في الدوريات الخمسه الكبرى. دي كانت حلقتنا من الكره في دريم، اشوفكم باذن الله باذن واحد احد الاسبوع القادم وحلقه جديده. بشكر فريق العمل سامح زارع مخرجنا المميز، بشكر في اعداد الحلقه النهارده مصطفى صلاح، كريم حمدي، محمود عادل امام، ومحمد عبد الواحد، ومحمد ساهر مراسلنا نشيط، وطاهر محمد. كان معاكم خالد الغندور، بكره الجمعه الجايه ان شاء الله حلقه جديده. تصبحوا على الف مليون خير.